بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا على الدايركشنال كابلرز اللي احنا بدأناه في التسجيلين اللي فاتوا. التسجيلين اللي فاتوا خدنا فيهم البيزكس الاساسيات بتاع الدايركشنال كابلرز، خدنا فيهم الحاجات الاساسيه في البيزك ديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر، يعني الخصائص الاساسيه لازم تتحقق في اي دايركشنال كابلر بيتعمل في العملي، ان هو لازم يكون عباره عن لوسلس ريسيبروكال نتورك، ولازم على الاقل يكون فيه اتنين بورتز هما الاتنين ايزوليتد وماتشد مع بعضهم. عرفنا السكاترنج ماتريكس بتاعت الدايركشن كابلر شكلها ازاي، وعرفنا الانواع اللي تبقى موجوده في الغالب في العملي للدايركشن كابلر، ان يكون يا اما سيمتريك يا اما انتي سيمتريك على حسب الشكل بتاع السكاترنج ماتريكس بيبقى عامل ازاي. اخدنا الدايركشن كابلر اللي هو من نوع الانتي سيمتريك، اخدنا عليه مثال اللي هو كان الماجيك تي الوف جايد. الماجيك تي اللي اخدناه في التسجيل الماضي كانت عباره عن دايركشن كابلر ولكن معمول بالوف جايد، معمول بالوف جايد، واكتشفنا بعد ما استنتجنا السكاترنج ماتريكس بتاعته وبعد ما درسنا نظريه العمل بتاعته اللي هي ثيري اوف اوبريشن، اكتشفنا ان هو عباره عن انتي سيمتريك دايركشنال كابلر من خلال السكاترنج ماتريكس اللي طلعت معانا في الاخر. كمان عرفنا ازاي نقدر نعمل انتي سيمتريك كابلر برضه باستخدام الترانسميشن لاينز، باستخدام ستريب او مايكرو ستريب ترانسميشن لاينز، وكنا بنعمل ده باستخدام حاجه اسمها الهايبر درينج. الهايبر درينج اللي احنا شفناها في المره الماضيه كانت بتعمل نفس الاوبريشن بالظبط بتاع الويف جايد ماجيك تي، فكان بينتج برضه ان في الاخر بيبقى السكاترنج ماتريكس بتاعتها عباره عن انتي سيمتريك دايركشن كابلر. الجزء اللي فاضل بعد كده ان احنا نتكلم على حاجه اسمها برانشد لاين دايركشن كابلر وحاجه ثانيه اسمها كابلد لاين دايركشن كابلر. الدايركشن كابلرز دول اللي بنتكلم عليهم دلوقتي اللي هم الكابلد لاين كابلر والبرانشد لاين كابلر، الاثنين دول عباره عن امثله على الكوادريتشر دايركشن كابلر اللي هو النوع الثاني، اللي هو النوع اللي احنا بنسميه السيمتريك ماتريك السيمتريك كابلر، اللي هو بيكون فيه فرق الفيز ما بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتاع كل بورت من الاثنين بورتس الايزوليتد عن بعض بفرق الفيز ما بينهم هما الاثنين 90 درجه. يعني مثلا لو افترضنا مثلا ان البورت رقم 1 والبورت رقم 4 مثلا معزولين عن بعض، لو 1 و4 معزولين عن بعض يبقى اتجاه الكابل والثرو بتوع بورت 1 بينهم في الشيفت 90 درجه، واتجاه الكابل والثرو بتوع بورت 4 بينهم هما الاثنين كمان في الشيفت 90 درجه، والفيزين لو طرحناهم من بعضهم يدينا فرق فيز بيساوي 180. فده اللي احنا بنسميه الكوادريتشر هايبرد او بنسميه السيمتريك دايركشنال كابلر. فواضح ان احنا قدامنا اتنين امبلمنتيشن للسيمتريك دايركشنال كابلر، واحد فيهم بنسميه برانشد لاين دايركشنال كابلر والتاني بنسميه كابلد لاين دايركشنال كابلر. البرانشد لاين دايركشنال كابلر ناحيه الشمال في الصوره اللي قدامنا، والكابلد لاين دايركشنال كابلر ناحيه اليمين. عايزين نشوف كل واحد فيهم بيتكون من ايه بالظبط، البرانشد لاين كابلر والكابلد لاين كابلر بيتكون من ايه بالظبط. كل واحد منهم ممكن يتعمل بمايكرو ستريب ترانسميشن لاين او بستريب ترانسميشن لاين، ده ينفع وده ينفع. والفرق بين المايكرو ستريب لاين والستريب لاين ان الستريب ترانسميشن لاين بيبقى عندي كوندكتور، والكوندكتور ده محطوط وسط داي الكتريك، وعندي جراوند بلين من فوقيه وجراوند بلين من تحتيه، غير المايكرو ستريب لاين اللي هو بيبقى عامل زي البي سي بي العاديه اللي احنا بنشوفها، اللي هو بيبقى فيه جراوند بلين فوقيه داي الكتريك فوقيه الستريب بتاعه الكوندكتور. فيعني نقدر نقول المايكرو ستريب لاين بيبقى عباره عن هاف سبيس داي الكتريك، في حين ان الستريب ترانسميشن لاين بيبقى فول سبيس داي الكتريك، والصوره بتاعتهم هتيجي بعد شويه لما نيجي نتكلم على الديزاين بتاعهم هما الاثنين. فالرسمه اللي قدامنا دي احنا باصين على البرانشد لاين كابلر وباصين برضو على الكابلد لاين كابلر بس من فوق، يعني باصين على الرسمه بتاعتهم من فوق، يعني شايفين المايكرو ستريب لاين او الستريب لاين من فوق واحنا باصين على الكوندكتنج ستريب بتاعته. طيب البرانشد لاين كابلر بيتكون من ايه شكله؟ بيبقى توصيله من الستريبس بتاع الترانسميشن لاين، بيبقى شكلها كده زي ما انت شايف. التوصيله دي بيبقى فيها اربعه بورت، ادي عندي الناحيه دي بورت واحد واثنين وثلاثه واربعه بالشكل اللي انا مرقمه وبالشكل اللي انا فرضه، ادي بورت واحد وادي بورت اثنين وادي بورت ثلاثه وادي بورت اربعه. في حين الكابلد لاين دايركشن كابلر بيبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيبقى ادي بورت واحد مثلا، بورت اثنين، بورت ثلاثه، بورت اربعه، بيبقى الستريبس بتاعت الترانسميشن لاينز زي ما احنا شايفين كده محطوطين جنب بعض. فالفرق بين البرانشد لاين كابلر والكابلد لاين كابلر ان في البرانشد لاين كابلر الستريبس متوصله ببعضيها، الستريبس بتاعت البورتس كلها اتوصلت ببعضيها بستريبس في النص، ففي ستريبس في النص وصلتهم ببعض واصلين فيزيكالي، فكلهم كانهم شريحه واحده، شريحه واحده بس واخده الشكل ده اللي هو عامل زي كونكشن شبه المربع. تمام، ده في البرانشد لاين كابلر. في حين في الكابلد لاين كابلر مش بيحصل كده، لا الاثنين ستريبس بتوع ترانسميشن لاين اللي حاطين قدامنا مش لامسين بعض،
مش لامسين بعض هما الاثنين، لا في بينهم وبين بعض هما الاثنين مسافه، بينهم وبين بعض هما الاثنين مسافه، فهم الاثنين مش لامسين بعض. طيب يبقى ده الفرق ما بين البرانشد لاين دايركشنال كابلر والكابلد لاين دايركشنال كابلر. بالشكل اللي احنا راسمين عليه الكابلرز دي، زي ما انت شايف البورت مثلا في البرانشد لاين كابلر، البورت رقم واحد لو دخلنا من عندها انبوت بورت، واضح على الرسمه بيقول لك هتبقى البورت دي ايزوليتد، والبورت دي فيها اوتبوت، والفورد دي والبورت دي فيها اوتبوت. ولو دخلت الانبوت من واحد هيبقى الدايركشن ده اللي من فوق هيبقى هو الثرو دايركشن بتاع بورت واحد، والدايركشن التاني اللي هو من تحت اللي هو كده اللي هو الدايركشن ده هيبقى عباره عن الكابل دايركشن، او هيبقى عباره عن الكابل دايركشن او اللي بنسميه البرانش دايركشن بتاع بورت واحد. يبقى بورت واحد السهمين اللي بالاسود اللي احنا رسمينهم دول يمثلوا الثرو والكابل دايركشن بتوع بورت واحد، في حين بورت اربعه مكتوب عليها ايزوليتد، ده معناه ان واحد واربعه هما الاثنين في الدايركشن قدامنا هيبقوا ايزوليتد عن بعض. طبعا انت عارف في الدايركشن كابلر طالما طلعت اثنين بورت ايزوليتد عن بعض وهما الاثنين ماتشد زي واحد واربعه، هتلاقي اثنين وثلاثه هما الاثنين ماتشد وفي نفس الوقت ايزوليتد عن بعض. ففي رسمه البرانشد لاين دايركشن كابلر بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان كل بورت من الاربعه بورتس ليها نفس الكاركترستيك امبيدنس، والكاركترستيك امبيدنس بتاعتها بتساوي زيت نوت. كل بورت من البورتس الاربعه ليها نفس الكاركترستيك امبيدنس، والكاركترستيك امبيدنس بتاعتها بتساوي زيت نوت. في النص عندنا ترانسميشن لاين في الاتجاه بتاع الثرو اللي هو بحط عليه الخط الاحمر، وعندنا ترانسميشن لاين في الاتجاه بتاع الكابلد اللي انا بحط عليه الخط الاخضر. فواضح ان ده ترانسميشن لاين بالعرض بنسميه الثرو دايركشن، ترانسميشن لاين بتاع الثرو دايركشن. ليه؟ لان اي كابلنج بتاع اي بورت بيحصل في الثرو دايركشن هيبقى ماشي على الترانسميشن لاين اللي باللون الاحمر اللي عليه خط احمر، في حين الترانسميشن لاين اللي عليه خط باللون الاخضر ده اللي هيبقى ماشي عليه السيجنال بتاعت الكابل دايركشن. الكابل دايركشن بتاع اي بورت من الاربعه بورتس هتبقى ماشي على الخط الاخضر، في حين ان الخط الاحمر هتبقى ماشي عليه الثرو دايركشن بتاع اي بورت من الاربعه بورتس. احنا قلنا ان الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل بورت من الاربعه بورتس في الجزء بتاع الانبوت بتاعها بتبقى قيمتها بتساوي زيت نوت اللي هو الجزء اللي بره الحته المربعه. طيب اللاينز اللي في النص اللي هم الترانسميشن لاينز اللي عليهم خط احمر او خط اخضر، الكاركترستيك امبيدنس بتاعتهم بتكون بتساوي كام؟ ده اللي انت بتعمل له ديزاين، ده اللي انت بتعمل له ديزاين. الكاركترستيك امبيدنس بتاعتهم بتتحدد على اساس انت عاوز الكابلنج يكون بيساوي كام، على اساس انت عاوز الكابل ده باور تكون بتساوي كام. بناء على قيمه الكابل ده باور، بناء على قيمه الكابل ده باور هنحدد الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الجزء اللي باللون الاحمر، وبعديها نحدد الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الجزء اللي باللون الاخضر. مش كده وبس، ده كمان بناء على الكابل ده باور او بناء على ديزاين بتاع دايركشنال كابلر هنقدر كمان نحدد الطول بتاع كل سيكشن، يعني هنحدد الطول بتاع الترانسميشن لاين سيكشن اللي محطوط عليه خط احمر، والطول كمان بتاع الترانسميشن لاين سيكشن اللي محطوط عليه خط اخضر. بإذن البرانشد لاين دايركشن كابلر اللي قدامنا عباره عن اربعه انبوت بورت كلهم ترانسميشن لاين بورت، الكاركترستيك امبيدنس بتاعتهم بتساوي زيت نوت، معمولين من مايكرو ستريب لاين او معمولين من ستريب لاين على حسب مساله الديزاين اللي تحت ايدك في الامتحان. ده اول حاجه. في النص في سيكشن بيحصل فيه برانشنج واخد شكل عامل زي المربع، ده السيكشن اللي في النص. الخطين اللي بالاحمر دول بنسميهم الثرو دايركشن، هيبقوا هم الثرو دايركشن بتاع اي بورت، والخطين اللي عليهم اخضر دول احنا بنسميهم الكابل دايركشن، هيبقى الكابل دايركشن بتاع اي بورت. الخطين دول يمثلوا ترانسميشن لاين سيكشن، الخطين الحمر زي بعض والخطين الخضر زي بعض. طيب الخطوط دي هيبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها بتساوي كام؟ واضح انها مش شرط تكون زي الزيت نوت بتاعت الانبوت بورت، ممكن تكون مختلفه، بالذات الخط اللي باللون الاحمر زي ما انت شايف واضح تماما في الرسمه ان العرض بتاعه زاد، ومعروف دايما في المايكروستريب لاين او في الاستريب لاين الكاركترستيك امبيدنس بتعتمد على الويدث بتاع الاستريب، تعتمد على العرض بتاعها، فطالما العرض اتغير يبقى اكيد الكاركترستيك امبيدنس اتغيرت. فالكاركترستيك امبيدنس بتاعت الجزئين اللي في النص اللي هم الجزئين اللي عليهم خط احمر او الجزئين اللي عليهم خط اخضر بتتغير على حسب انت عاوز الكابلنج يكون بيساوي كام. والاطوال بتاعت السكشنز اللي في النص هنعرف قيمتها بتساوي كام. تمام؟ ده عشان نعمل ديزاين للبرانش لاين دايركشن كابلر. طب الكابل لاين دايركشن كابلر لا، مش بيعتمد على ان انت بتوصل الترانسميشن لاين ببعضيه بالشكل اللي كان موجود في البرانش لاين، امال ايه؟ لا ده اللي بتجيب اثنين ترانسميشن لاين وبتحطهم جنب بعض، جنب بعض وبيحصل كابلنج لما يتحطوا جنب بعض. يعني ايه كابلنج؟ يعني السيجنال بتبقى كابلد من واحد فيهم للتاني بسبب ان هما الاثنين جنب بعضيهم.
بسبب ان هما الاثنين محطوطين جنب بعضين. فبرضه قال لك لو فرضت ان البورت رقم واحد هي البورت بتاعت الانبوت اللي من تحت دي، انت دخلت الانبوت من عندها، فهتلاقي البورت البعيده اللي هي مقابله الناحيه الثانيه هتلاقيها هي الايزوليتد بورت، مفيش اي حاجه تطلع الناحيه دي، وهتلاقي الدايركشن ده اللي هو الكابل دايركشن، الدايركشن ده اللي هو الكابل دايركشن، والدايركشن ده اللي هو الثرو دايركشن. فبورت واحد بتدي لبورت اتنين وبتدي لبورت تلاتة، بس مش بتدي لبورت اربعة. برضو في الكابلد لاين ترانسميشن لاين بيبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل انبوت بورت بتساوي زيت نوت، الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل انبوت بورت بتساوي زيت نوت، زيت نوت او زيت سي زي ما تسميها، المهم بتساوي زيت نوت، يعني ليهم كلهم نفس الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت. طب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين اللي بيتحط في النص اللي هو اللي بنسميه الكابل ديسكشن، يعني الحته اللي في النص دي بنسميها الكابل ديسكشن من الكابل لاين دايركشن كابلر، الكابل ديسكشن. والحته اللي في النص اللي موجوده في البرانش لاين دايركشن كابلر، الحته اللي في النص الحته المربعه دي بنسميها البرانش سيكشن او بنسميها الميدل سيكشن، البرانشد او الميدل سيكشن. ففي الكابل لاين كابلر الكابل ديسكشن ده الكاركترستيك امبيدنس بتاعته مش شرط تكون هي كمان زيت نوت، يعني مش شرط الترانسميشن لاين ده وده اللي هم زي بعض، مش شرط الكاركترستيك امبيدنس بتاعتهم تكون بتساوي زيت نوت زي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت. برضه القيمه بتاعتها بتتحدد على حسب، على حسب مين؟ على حسب انت عاوز الكابلنج في الدايركشن كابلر تبقى قيمته بتساوي كام، وكذلك الطول برضه بتاع السكشن ده قيمته بتساوي كام، المسافه بتاعته بتساوي كام. طيب دلوقتي هنرجع بقى لنفس التساؤل اللي احنا بنساله في كل مره لما نيجي ناخد اي نوع من انواع الدايركشنال كابلرز، او المفروض نساله لما نيجي ناخد اي نوع من انواع المايكرويف ديفايسز، اللي هو ايه التساؤل ده؟ لو مين قال لنا ان التوصيله دي بهذا الشكل هتشتغل كدايركشنال كابلر؟ المفروض نعمل اناليسيس للمساله. طب هنعمل اناليسيس للمساله بناء على ايه؟ عندك اتجاهين في الاناليسيس، انك تعمل فيلد اناليسيس، وده هيتطلب انك تحل ماكسويل اكويشنز على الاستراكشر اللي قدامك، ودي حاجه في منتهى الصعوبه بنعملها على برامج الكمبيوتر. عندك حل تاني انك تعمل اناليسيس للسيركت دي او للتوصيلات اللي بالشكل ده باستخدام معادلات الترانسميشن لاين، او باستخدام اي تكنيك تسهل عليك استعمال معادلات الترانسميشن لاين. فعلا ده اللي بيحصل. الناس اللي بتعمل اناليسيس للسيركت دي او السيركت دي، الاناليسيس ده ممكن نعمله بايدينا، ولما بنعمله بايدينا بنستخدم القوانين بتاعه الترانسميشن لاين، زي قانون الانبوت امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين والانبوت ادمتنس بتاع الترانسميشن لاين، نقدر نستخدم القوانين دي نعمل بيها اناليسيس لتوصيلات زي اللي قدامنا دي. مش كده وبس، ده احنا كمان بنستخدم الطريقه بتاعه الايفن مود والاود مود عشان نسهل الاناليسيس علينا. طب ازاي نستخدم طريقه الايفن مود والاود مود؟ انت قلت لنا قبل كده ان طريقه الايفن مود والاود مود كنا بنستعملها في التو بورت نتورك، ودي مش تو بورت، دي اربع بورت نتورك. هو ده صحيح، ده طريقه الايفن مود والاود مود ممكن نعملها اكستنشن، ممكن نستعملها لاي نتورك ليها اي عدد من البورتس، بس بشرط انها تكون ريسيبروكال وسيمتريك، بشرط انها تكون ريسيبروكال وسيمتريك نتورك. طيب هل النتورك اللي قدامنا دي ريسيبروكال وسيمتريك؟ هي اولا ريسيبروكال عشان ده دايركشنال كابلر، والدايركشنال كابلر لازم يكون ريسيبروكال ولوسلس. طب هل هي سيمتريك؟ اه سيمتريك. انا في اول كلامي في اول التسجيل قلت لك المثالين دول مثالين على سيمتريك دايركشنال كابلر، قلت لك المثالين دول مثالين على سيمتريك دايركشنال كابلر، فده عباره عن سيمتريك دايركشنال كابلر. فهتلاقي النتورك بتاعتك سيمتريك، وهتلاقي النتورك بتاعتك ريسيبروكال، فممكن نعمل اكستنشن نمد الايفن اود الايفن والاود مود اناليسيس نخليه يتطبق على الفور بورت نتورك. طبعا لما يتطبق على الفور بورت نتورك بنعمل اربعه مود من الاكسيتيشن، مش اتنين مود من الاكسيتيشن. ايه هم الاربعه مود؟ بنعمل ايفن ايفن، حاجه اسمها ايفن ايفن، وحاجه اسمها ايفن اود، وحاجه اسمها اود ايفن، وحاجه اسمها اود اود، ونقدر نطلع معادلات نستنتج بيها السكاترنج بارامترز بتاعه البرانشد لاين كابلر وبتاعه الكابلد لاين كابلر، ونثبت فعلا من المعادلات اللي طلعت من السكاترنج ماتريكس اللي احنا استنتجناها ان فعلا السيركت بالشكل ده هتشتغل كدايركشنال كابلر، ودايركشنال كابلر ده هيكون سيمتريك. ده احنا كمان نقدر نستنتج المعادلات بتاعه الديزاين، اقصد ايه معادلات الديزاين؟ يعني لو انت عاوز تاخد كابلنج بشكل معين هتعمل الديزاين ازاي؟ ودي المساله اللي احنا هنبدا نتكلم فيها دلوقتي بقى. احنا مش هنخش في الاناليسيس المفصل، الاناليسيس المفصل الموجود موجود في ورق انا عامله وموجود في الكتب، ومش هوريه لك لان انت مش هتعوزه في حاجه، ولو عوزته ممكن تطلبه مني اوريه لك، اللي هو الاناليسيس اللي بيثبت الكلام ده، مفيش داعي ليه. لكن احنا ندخل في المعادلات بتاعت الديزاين، لان مساله الامتحان بتكون معادله ديزاين او مساله ديزاين. ايه اللي بتكون فيه مساله ديزاين بتاعت الامتحان؟ بيقول لك مثلا اعمل لي ديزاين لبرانشد لاين دايركشنال كابلر مثلا، او اعمل لي مثلا ديزاين لكابلد لاين دايركشنال كابلر،
والديزاين ده اعمله لي بالمايكرو ستريب لاين مثلا، او اعمله لي بالستريب لاين مثلا. طيب اعمله لك بحيث ايه؟ بحيث انا عاوز في الكابلر اللي هيطلع عاوز الكابلنج تكون قيمته كذا، يعني الكابلنج بتاع الباور، الكابلنج بتاع الباور تكون قيمته بتساوي كذا. والكابلنج بتاع الباور ده حاجه بنسميها الكابلنج كوفيشنت بتاع الباور، بيعبر لك عن نسبه الباور كابلنج، ده الديفينيشن بتاعه، وهنشوف الديفينيشن بتاعه بعد قليل واحنا بنتكلم في المساله بتاعت ديزاين بايدينا، ان هو بيعبر لك عن النسبه بتاعت الباور كابلنج قد ايه، النسبه بتاعت الباور كابلنج قد ايه، هنشوف الديفينيشن بتاعه بعد قليل ونفهم معناه وازاي بنستخدمه في حل المساله. فبناء على الكابلنج اللي مطلوب، بناء على قيمه الكابلنج المطلوبه بتاعت الباور هنقدر نعمل ديزاين. طيب من قيمه الكابلنج المطلوبه انت بتطلع ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتعمل لها ديزاين اصلا؟ احنا بنعمل ديزاين للسكشن الوسطاني، السكشن اللي في النص هو اللي بيبقى عاوز يتعمل له ديزاين اساسا. البورت نفسها الديزاين بتاعها خلصان، ليه خلصان؟ لان البورت الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها معلومه، قيمتها بتساوي زيت نوت، ايا كان بقى زيت نوت 50 اوم ولا 75 اوم، الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها معلومه. وانت عارف الترانسميشن لاين لو انت عندك الكاركترستيك امبيدنس بتاعته ممكن تعمل ديزاين للدايمنشنز بتاعته. فالبورت معروفه، امال مين اللي مش معروف؟ السكشن اللي في النص، سواء السكشن اللي احنا سميناه الكابلد سكشن في الكابلد لاين كابلر، او السكشن اللي احنا سميناه البرانشد او الميدل سكشن في البرانشد لاين كابلر. ده السكشن اللي عايز تعمله ديزاين. ايه اللي عايز تعمله ديزاين فيه؟ اول حاجه الاطوال بتاعته، يعني محتاجين نعرف الطول بتاع الكابلد سكشن في الكابلد لاين كابلر، يعني محتاجين نعرف طول المسافه دي قد ايه بالظبط، محتاجين نعرف طول المسافه دي قد ايه بالظبط، وليكن مثلا هنسميه ال. محتاجين كمان نعرف الطول بتاع المسافات دي الموجوده في البرانشد لاين كابلر، المسافه دي ال1 مثلا طولها بيساوي كام، والمسافه دي ال2 مثلا طولها بيساوي كام. فالاطوال دي محتاجين نعرفها عشان نعمل الديزاين. ايه كمان محتاجين نعرفه؟ عايزين نعرف الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل حاجه، يعني في الجزء بتاع الكابلد لاين سيكشن عايزين نعرف الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الكابلد سيكشن، يعني الكابلد سيكشن في الكابلد لاين ده عباره عن ترانسميشن لاين وترانسميشن لاين ثاني مطابق ليه، مطابق ليه بالظبط، عاوز انت تعمل ايه بالظبط، عاوز تعمل ديزاين للابعاد بتاعتهم، فعايز تعرف الكاركترستيك امبيدنس بكام عشان تختار الابعاد بتاعتهم اللي تدي الكاركترستيك امبيدنس دي. بتتحدد على ايه الكاركترستيك امبيدنس؟ على حسب انت عايز كابلنج قد ايه. في البرانشد لاين كابلر نفس القصه، عايزين نعرف احنا هناخد كاركترستيك امبيدنس هنا بكام، وهنخلي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت السكشنين دول اللي هم زي بعض، اللي هم السكشنين اللي بين الاخضر برضو قيمتها بتساوي كام، عشان نعرف نختار الدايمنشنز بتاعتهم ونختار الابعاد بتاعتهم. هي دي هتبقى المساله بتاعت الديزاين. طيب فلما نيجي نتكلم على ديزاين بروسيدجر، الديزاين بروسيدجر هيكون كالتالي. فالديزاين بروسيدجر هيكون كالتالي زي موجود عندنا في السلايد دي اللي بتشرح الديزاين بروسيدجر بتاع كل نوع من انواع الكابلد لاين، كل نوع من انواع الكابلرز دول سواء البرانشد لاين او الكابلد لاين كابلر. طيب انت هتبقى جيفن ايه؟ هتبقى جيفن دايما حاجه احنا بنسميها الباور كابلنج كوفيشنت، يعني لو بصيت ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هتبقى جيفن الباور كابلنج كوفيشنت ده، هيبقى عندك حاجه اسمها سي بت ديسيبل، سي بت ديسيبل ده اللي احنا بنسميه الباور كابلنج كوفيشنت. طيب بناء على ايه هنعمل ايه؟ هنبدا نحدد خصائص السكشن اللي في النص. خصائص السكشن اللي في النص يعني الكاركترستيك امبيدنس بتاعت السكشن اللي في النص. لما نيجي نعمل ديزاين للكابلد لاين كابلر بنحدد الخصائص بتاعت السكشن اللي في النص اللي احنا بنسميها اللينث، اللي هي اللينث بتاعت السكشن اللي في النص، وكمان الكاركترستيك امبيدنس بتاعته. اللينث بتاع السكشن اللي في النص سواء في الكابلد لاين كابلر او في البرانش لاين كابلر بيبقى طوله دايما بيساوي لامدا على 4، ودي حاجه احنا بنثبتها من الاناليزيس، من الاناليزيس بتاع الكابلد لاين كابلر والبرانش لاين كابلر. فالطول بتاع المسافات كلها بيبقى لامدا على 4، يعني المسافه الاثنين بيبقى لازم طولها لازم نختاره قيمته بتساوي لامدا على 4، وال1 لازم تكون لامدا على 4، وكمان في الكابلد لاين كابلر قيمه المسافه اللي لازم تكون لامدا على 4 علشان يشتغل الديفايس كدايركشنال كابلر، دي حاجه بنثبتها من الاناليسيس. فالطول بنختاره بيساوي لامدا على 4، تمام. طيب دي حاجه. ايه كمان بتعمله؟ بيبقى عندك كمان من ضمن الحاجات الجيفن مش بس الكابلنج، بيبقى عندك كمان الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت اللي احنا مسمينها هنا واي سي او مسمينها زد سي. يبقى عندك الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورد، يعني عندك الكابلنج وعندك الانبوت بورد كاركترستيك امبيدنس. بتعمل ايه بيهم هما الاثنين دول؟ اول حاجه الكابلنج اللي هو الباور كابلنج بتحسب منه الفولتج كابلنج اللي احنا بنسميه السي في، الفولتج كابلنج، وهنشوف الفولتج كابلنج ده بيتحسب ازاي من الباور كابلنج اللي هو السي في. هنحسب منه السي في اللي هو الفولتج كابلنج، وبعدين نقدر نجيب من السي في نقدر نجيب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الميدل سيكشن في الكابلد لاين كابلر، في الكابلد لاين كابلر، او نجيب الكاركترستيك ادمتنس بتاعت الميدل سيكشن في البرانشد لاين كابلر، وهم دول اللي احنا بنحسب منهم الابعاد. هم دول اللي بنحسب منهم الابعاد. يبقى دي خطوات الديزاين. يبقى ايه خطوات الديزاين؟ هتبقى انت معطى في المساله حاجتين اتنين،
عندك الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورتس، هو هنا في الرسمه مسميها زيت نوت، مسميها في الرسمه زيت نوت، احنا مسمينها زيت سي في الحل وفي الخطوات هتلاقي اسمها زيت سي، مش مشكله. هيبقى عندك الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت، وعندك الباور كابلنج كوفيشنت، هتستخدم الباور كابلنج كوفيشنت والكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت عشان تحسب الكاركترستيك امبيدنس او الكاركترستيك ادمتنس على حسب بتاعت الجزء اللي في النص اللي هو الكابلد سيكشن في الكابلد لاين او البرانشد سيكشن في البرانشد لاين. الامبيدنس اللي انت بتحسبها له دي هي اللي انت بتستعملها في عمليه الديزاين، هي اللي بتستخدمها عشان خاطر تختار الابعاد بتاعت الكابلد لاين او الابعاد بتاعت البرانشد لاين، ابعاد الكابلد سيكشن او ابعاد البرانشد سيكشن. في نفس الوقت بتختار الاطوال، سواء الطول بتاع الكابلد لاين او الطول بتاع البرانشد لاين، الطولين بتوعه بتختارها دايما بتساوي لامدا على 4. طب كده خلصت العمليه بتاعت الديزاين. هنا في بعض الملحوظات اللي لازم تتقال. اول حاجه الطول عشان تختاره بيساوي لامدا على 4، هتختار ازاي الطول بيساوي لامدا على 4؟ لازم تحسب لامدا عشان تختار الفيزيكال لينث، قيمته بتساوي لامدا على 4. طب لامدا بتساوي كام؟ لامدا بتحسب من البيتا، البيتا بتاعت البروباجيشن. طب البيتا قيمتها ايه علاقتها بلامدا؟ ان لامدا بتساوي 2 باي على بيتا. طب البيتا بتتحسب ازاي؟ ده اللي احنا لازم نشوفه واحنا بنعمل الديزاين. ليه؟ لان طريقه حساب البيتا بتختلف على حسب الترانسميشن لاين اللي انت بتستعمله. طريقة حساب البيتا بتختلف على حسب الترانسميشن لاين انت بتستعمله، يعني البيتا في الستريب لاين ليها قيمة والبيتا في المايكروستريب لاين ليها قيمة، فانت بتشوف الديزاين بتعمله بستريب لاين ولا بمايكروستريب لاين عشان تعرف تختار القيمة الصحيحة للبيتا اللي انت بتتعامل معاها. يبقى دي أول معلومة احنا بنقولها، بنقول عشان خاطر نختار اللينث بتاع الترانسميشن لاين مظبوط، اللينث بتاع الكابل سيكشن او اللينث بتاع البرانش سيكشن، هنقول اللينث سواء اي ال منهم لازم قيمته بتساوي لامدا على 4. طب اللامدا بتساوي كام؟ اللامدا بتساوي 2 باي مقسوم على بيتا، يبقى لازم اعرف البيتا. طب البيتا قيمتها بتساوي كام؟ البيتا القيمه بتاعتها بتساوي جذر ايبسلون ار مضروبه في الكي نوت، دي قيمه البيتا. هي البيتا زيها زي الكي، البيتا عباره عن الفيز كونستانت يعني زيه زي الكي. طب الفرق بينه وبين الكي العادي؟ هو الكي العادي عباره عن جذر ميو نوت ايبسلون نوت، طب البيتا بتاعتنا عباره عن جذر ميو ايبسلون، فهتفك الجذر ميو ايبسلون لجذر ميو ار ايبسلون ار في جذر ميو نوت ايبسلون نوت، الميو ار في الغالب دايما بواحد في الديفايسز اللي زي كده، فهتحط جذر ايبسلون ار فيطلع لك البيتا بيساوي جذر ايبسلون ار في الكي نوت. الكي نوت ده اللي هو من الديفينيشن بتاعه اللي هو عباره عن الاوميجا الفريكونسي مقسوم على سرعه الضوء، فالكلام ده بيساوي الجذر ايبسلون ار مضروبه في الفريكونسي بتاع الاوبريشن مقسوم على سرعه الضوء اللي هي 3 في 10 اس 8، والكلام ده مكتوب بالفعل في السلايدات بس انا بشرحه تاني. طيب يبقى واضح في النهايه المعلومه اللي عايزه تتوضح ان قيمه البيتا بتعتمد على حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية اللي هي قيمة جذر ايبسلون ار، ودي بتعتمد على حسب الديفايس نفسه معمول بإيه؟ معمول بستريب لاين ولا بمايكرو ستريب لاين؟ زي ما هيبان قدامنا بعد شوية بساط. ده أول حاجة. ثاني حاجة بتعتمد عليها البيتا، بتعتمد على قيمة أوميجا، أوميجا اللي هو الفريكونسي بتاع الأوبريشن. فلازم تبقى عارف الفريكونسي اللي أنت شغال عنه قيمته بتساوي كام؟ أوميجا طبعًا بتساوي 2 باي اف. فتبقى عارف الفريكونسي بكام عشان تعرف تحسب قيمة بيتا، بعد ما تحسب بيتا هتعرف تحسب الطول بتاع السكشن اللي أنت هتستعمله قيمته بتساوي كام. جذر ايبسلون ار دي اللي هي بتعتمد على حسب الديفايس، تعتمد ازاي على حسب الديفايس؟ والله لو انت بتعمل الديفايس بتاعك بستريب ترانسميشن لاين، وهنشوف شكل ستريب لاين بعد شويه، بتبقى الايبسلون ار هي ايبسلون ار بتاعت الدايلكتريك زي ما هي. لو انت بتعمل الديزاين بتاعك بحاجه زي المايكرو ستريب لاين، لا، لو انت بتعمل مايكرو ستريب لاين مش بنحط هنا الايبسلون ار زي ما هي، بنحط حاجه اسمها الايبسلون افكتيف. الايبسلون افكتيف، ايه الايبسلون افكتيف؟ الافكتيف دايلكتريك كونستانت ده مش بتبقى قيمته بتساوي الايبسلون ار بتاعت الدايلكتريك، لا قيمته بتحسب من معادله، هنشوف المعادله دي نقدر نستعملها ازاي. يبقى الايبسلون ار دي هتكون موجوده في القانون بتاع حساب البيتا لو انت بتتكلم على البيتا بتاعت الستريب لاين، لو بتتكلم على البيتا بتاعت المايكرو ستريب لاين هتضطر تحط الايبسلون افكتيف اللي هي ليها طريقه مختلفه في الكمبيوتيشن. وده الكلام اللي احنا هنشوفه واحنا شغالين ان شاء الله. يبقى ده اول تنبيه اللي هو ازاي نحسب اللينث بتاع البرانش سيكشن او اللينث بتاع الكابل سيكشن، ده اول تنبيه. طيب ايه التنبيهات التانية اللي عايزة تتقال؟ التنبيهات التانية اللي عايزة تتقال يعني ايه الباور كابلنج كوفيشنت؟ ايه معنى كلمة الباور كابلنج كوفيشنت ده اللي احنا بنحسب منه حاجة اسمها الفولتج كابلنج؟ الباور كابلنج كوفيشنت ده عبارة عن كوفيشنت بتحسب بالديسيبل وقيمته بتبقى بالتالي. احنا بناخد الانبوت باور ونقسمها على الكابلد باور، ونقسمها على الكابلد باور، وبعدين بناخد اللوغاريتم بتاع الكلام ده ونضرب في 10. ده الديفينيشن بتاع الكابلنج كوفيشنت، ديفينيشن الكابلنج كوفيشنت بتاع الباور. واضح ان هو باور كابلنج كوفيشنت، واضح ان هو ديفايند بالديسيبل،
يعني 10 لوغاريتم الطريقه بتاعت الديسيبل، واضح ان هو بيعبر عن الباور اللي هي في الاتجاه بتاع الكابلد دايركشن. فالقيمه بتاعته زي ما واضح من الديفينيشن، كل ما تزيد كل ما يكون الكابلنج ضعيف. هو الديفينيشن بتاعه كده، كل ما الباور ما تزيد، عشان الباور هنا في المقام الباور الكابلد يعني، كل ما الباور ما تزيد كل ما يكون قيمته هو قليله، كل ما الباور اللي هي الكابلد الكابلد في اتجاه الكابل دايركشن كل ما يزيد كل ما قيمته قليله. كل ما قيمته هو تزيد ده معناها ان الكابل ده باور ضعيفه، الكابل ده باور قليله. تمام، ده الديفينيشن بتاعه. طبعا احنا ممكن نفك الانبوت باور، هيبقى علاقته بالانبوت فولتج علاقه ان هو بيساوي سام كونستانت في الانبوت فولتج تربيع، الكونستانت اللي هو 1 على 2 زيت نوت اللي هي كاركترستيك امبيدنس، فهيبقى مضروب في الماجنتيود الفولتج تربيع. فممكن تاخد التربيع ده بره وتلغي الكونستانت طبعا مع الكونستانت لان الاسم في البسط على المقام، وتاخد الاثنين دي بره، فيبقى عندك 20 20 لوغاريتم، ويطلع لك الفولتج كابلنج كوفيشنت بالديسيبل قيمته بتساوي كام. الفولتج كابلنج كوفيشنت بالديسيبل ممكن نحول الفولتج كابلنج كوفيشنت من الديسيبل، طبعا يطلع بالنيجاتيف لو انت عاوزه البي كابلد على البي انبوت هيطلع بالنيجاتيف الكلام ده. ممكن تجيب منه السي في، لو جبت منه السي في اللي هي الفولتج كابلنج، الفولتج كابلنج اللي هو السي في اللي هو الديفينيشن بتاعه اللي هو عباره عن الفي كابلد ماجنيتيود الفي كابلد مقسوم على ماجنيتيود الفي انبوت، ده الفولتج كابلنج كوفيشنت. لو قيمته تتجاب ازاي من السي من الكابلنج اللي بالديسيبل اللي احنا معرفينه كده فوق، قيمته تتجاب كالتالي، بنقول 10 اس ناخد السي اللي هو بالديسيبل ويتقسم على 20 ونحط سالب في الاس، ده ادينا قيمه السي في اللي هو الفولتج كابلنج كوفيشنت اللي هو السي في اللي هو الفولتج اسمه كده الفولتج كابلنج، فولتج كابلنج فاكتور او فولتج كابلنج كوفيشنت. ليه بنحسب السي في اللي هو الفولتج كابلنج فاكتور؟ لان الكاركترستيك امبيدنس بتاعت السكشن اللي في النص اللي احنا هنعمله ديزاين بتعتمد على السي في، او بتتحسب من السي في في القانون بتاعها يعني، من السي في اللي هو الفولتج كابلنج فاكتور. طيب ده التنبيه رقم 2، التنبيه الاولاني اللي هو ازاي نختار اللينث بتاع السكشن اللي في النص ازاي نعمل ديزاين، التنبيه رقم 2 اللي هو ازاي نختار او ازاي نحسب السي في، ايه معنى السي بالديسيبل وايه معنى السي في وازاي نحسب السي في. تنبيه رقم 3 اللي لازم نعرفه ان في التنبيه رقم 3 اللي احنا لازم نعرفه ان في الكابلد لاين والبرانشد لاين الامبيدنس اللي احنا بنعملها ديزاين بتبقى عباره عن ايه بالظبط في الكابلد لاين وفي البرانشد لاين، يعني الامبيدنس اللي احنا بنختارها بتبقى عباره عن ايه اللي احنا بنعوز نحسبها نعملها ديزاين. لو انت بتعمل ديزاين البرانشد لاين البرانشد ترانسميشن لاين، البرانشد ترانسميشن لاين لما تيجي تبص في الصوره بتاعتك انت عندك في الجزء الوسطاني ترانسميشن لاين عادي بس متوصل بتوصيله متفرعه، فعندك اتنين سيكشن من ترانسميشن لاين، واحد منهم بنسميه السيكشن رقم 1 والتاني بنسميه السيكشن رقم 2، يعني واحد منهم بنديله الرمز 1 والتاني بنديله الرمز 2. تمام، طيب ولما نيجي نعمل ديزاين للجزء ده بنعمله ديزاين بالادميتنس مش بالامبيدنس. ليه؟ عشان خاطر القوانين بتبقى اسهل في الكتابه بالادميتنس مش بالامبيدنس، يعني بنختار او بنحسب الكاركترستيك ادميتنس بتاعت الجزء اللي احنا هنديله الرمز 1 والجزء اللي هنديله الرمز 2. طيب فالثرو دايركشن، الثرو دايركشن اللي رسمه من فوق هسمي الكاركترستيك ادميتنس بتاعت الترانسميشن لاين سيكشن في ثرو دايركشن هسميها واي 1، والكاركترستيك ادميتنس بتاعت الترانسميشن لاين سيكشن اللي موجوده في الدايركشن البرانشد الدايركشن الثاني ده هسميها واي 2 اللي موجوده في الكابل دايركشن. يبقى البرانشد دايركشن او الكابل دايركشن الكاركترستيك ادميتنس بتاعتها سميناها واي 2، والاولاني اللي من فوق سميناها واي 1 اللي هي الواي بتاعت الثرو دايركشن. فمجرد ما تعرف انت السي في تحسبه قيمته بتساوي كام، تقدر من قوانين او معادلات الديزاين اللي احنا هنعرضها بعد شويه ببساطه خالص، معادلات بسيطه جدا بتاعت الديزاين، تقدر تطلع منها قيمه واي 1 بتساوي كام وقيمه واي 2 بيساوي كام على حسب الكابلنج المطلوب في المساله. يبقى ده اللي بتعمله ديزاين. بعد ما تعرف واي 1 واي 2 ده في النهايه ترانسميشن لاين معاك الكاركترستيك ادميتنس او الكاركترستيك امبيدنس بتاعته اللي هي الواي 1 او الواي 2، فتقدر تختار ابعاده، تقدر تختار الابعاد بتاعته وتقدر تعمل له الديزاين. طيب في الكابلد لاين دايركشنال كابلر ايه اللي احنا بنحسبه على حسب الكابلنج؟ دول عباره عن اثنين ترانسميشن لاين جنب بعض، اثنين ترانسميشن لاين جنب بعض في الكابلد سيكشن، فاحنا بنحسب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت مين؟ احنا بنحسب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اي واحد منهم، بتاعت اي واحد منهم، بس مش بنحسب كاركترستيك امبيدنس واحده عشان نعمل الديزاين، لا بنحسب حاجه اسمها الزيت ايفن وحاجه اسمها الزيت اود.
بنقسم حاجه اسمها الزيت ايفن والزيت اوت. نقصد ايه بالزيت ايفن والزيت اوت؟ الزيت ايفن اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اي ستريب من الاثنين ستريبس اللي هم لازقين في بعض دول، لو هم جنب بعض، هم مش لامسين بعض بس هم جنب بعض. الزيت ايفن اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اي واحد منهم لو احنا عاملين ايفن اكسايتيشن. يعني ايه ايفن اكسايتيشن؟ يعني مدخلين على الستريب دي، مدخلين على الستريب دي نفس الفولتج، يعني الفولتج اللي داخل من هنا زي الفولتج اللي داخل من هنا بالظبط. انا خلي بالك انا حاطط موجب ومش حاطط سالب. هو السالب فين؟ السالب عند الجراوند بلين. الجراوند بلين بيكون فين؟ الجراوند بلين بيكون من تحت، تحت الداي الكتريك. يعني لو قلبنا، لو مسكنا الصوره اللي قدامنا دي وقلبناها، قلبناها على وشها، هيطلع في الناحيه الثانيه في جراوند بلين. الجراوند بلين ده هو اللي بيتاخد معاه الفولت، هو اللي عباره عن النيجاتيف ورا الحته البيضة دي في جراوند بلين. فلو كان الفولتج عند كل واحده فيهم متساوي، يبقى احنا كده عاملين لهم هما الاثنين ايفن مود اوف اكسايتيشن. ساعتها الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اي ستريب منهم اسمها زيت ايفن. لو انت طبعا عكست وعملت لهم اود مود اوف اكسايتيشن، يعني خليت الفولت اللي داخل عليهم هما الاثنين معكوس، يعني مش متساوي، واحد منهم عكس الثاني بفيس شيفت 180، خلاص، يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اي ستريب منهم هي اللي احنا نسميها زيت اود، ساعه الاود مود اوف اكسايتيشن. اللي بيحصل بقى في الديزاين بتاع الكابل دراين دايركشنال كابلر، ان على حسب الكابلنج اللي انت محتاجه اقدر احدد انا قيمه زيت ايفن وزيت اوت. ومن تحديد لقيمه زيت ايفن وزيت اوت نقدر نختار الابعاد بتاعه الترانسميشن لاين. يبقى تاني، يبقى الكاركترستيك امبيدنس اللي هي الزيت ايفن وزيت اوت هتتحدد على حسب الكابلنج اللي انت عاوزه. شوف الكابلنج بكام، هنختار بناء عليه الزيت ايفن والزيت اوت. بعد ما نختار الزيت ايفن والزيت اوت نقدر نعمل ديزاين للابعاد بتاعه الدايركشنال كابلر على حسب الزيت ايفن وعلى حسب الزيت اوت. ده اللي بيحصل بالظبط في خطوات الديزاين بتاعه الكابل دراين دايركشنال كابلر. اللي هنشوفه دلوقتي ان احنا نبدا نشوف المعادلات نفسها بتاعه الديزاين شكلها ازاي. اقصد ايه بكلمه معادلات الديزاين؟ اقصد المعادلات اللي هتطلع لك واي 1 وواي 2 من الكابلنج، او المعادلات اللي هتطلع لك الزيت ايفن والزيت اوت من الكابلنج. دي اللي احنا بنسميها المعادلات بتاعه الديزاين. دي غير معادلات الديزاين بتاعه الابعاد بقى، اللي هي انت معاك الزيت ايفن والزيت اوت تختار الابعاد ازاي، او معاك الواي 1 والواي 2 تختار الابعاد ازاي. فنشوف في الاول ازاي نحدد واي 1 واي 2 او زيت ايفن وزيت اوت بناء على الكابلنج المطلوب من الكابلر بتاعي. السلايد اللي قدامنا دي بتعرض المعادلات بتاعه الديزاين ايكويشنز. وفي معادله الديزاين ايكويشنز بتاعه البرانش لاين كابلر والكابل لاين كابلر انا عرضت لك من تاني في النقطه رقم 1 سواء هنا او هنا ازاي نقدر نحسب اللينث بتاع الميدل سيكشن. فالطريقه بتاعت حساب اللينث اللي هي اللينث بيساوي لامدا على 4 سواء هنا او هنا، وازاي نحسب اللينث من اللامدا، وازاي اللامدا دي جاب من البيتا. وكتبت كمان الملحوظه اللي قلت لك عليها مهمه، اللي هي ان لو انت كنت بتتعامل مع الستريب لاين هتستخدم، سواء الملحوظه دي مكتوبه في الناحيتين يعني، هتستخدم الابسلون ار. لو بتتعامل مع المايكروستريب لاين هتغير ابسلون ار تبقى عباره عن ابسلون افكتيف. وكمان كتبت ازاي نحسب السي في اللي هو الفولتج كابلنج، وده عباره عن دايمنشنلس كوانتيتي. بعد كده الاختلاف بقى في كل واحد منهم انت بتحسب مين. يعني في الكابل دراين كابلر احنا بنحسب في الكابل دراين كابلر الزيت ايفن، الزيت نوت ايفن، والزيت نوت زيت نوت اود. في حين في البرانش لاين كابلر احنا بنحسب الواي 1 والواي 2، بنحسبها من الكابلنج اللي هو السي في. طب بتحسب ازاي من الكابلنج اللي هو السي في؟ طبعا من الكابلنج ومن الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت اللي هي مديها لك في السؤال نفسه، اللي هي الكاركترستيك امبيدنس اللي عند الانبوت بتاع البورت نفسها. فالقانونين اللي عندك في الديزاين بتوع الكابل لاين كابلر ودول بنستنتجناهم من الاناليسيس بتاع الكابل لاين كابلرز، ان الزيت ايفن بتساوي الزيت سي اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت مضروبه في الكميه دي، جذر 1 زائد سي في على جذر 1 ناقص سي في. والزيت انبوت اول هتبقى مضروبه في الكميه دي، وهتلاحظ ان الزيت ايفن في الزيت اوت لازم تساوي الزيت سي تربيع. في حين بالنسبه للبرانش لاين كابلر الواي 1 والواي 2 بتحسبه بالطريقه دي، الواي 1 بتساوي الواي سي مقسوم على السي في، الواي 1 اللي هي بتاعت الثرو دايركشن، والواي 2 بتاعت الكابل دايركشن بتساوي الجذر تربيع الواحد ناقص سي في تربيع على السي في مضروبه في الواي سي. ومكتوبه المعادلات مره بدلاله الواي ومره بدلاله الزد، تمام؟ حيث الكونديشن اللي بتحققه الواي 1 والواي 2 في البرانش لاين كابلر ان واي 1 تربيع ناقص واي 2 تربيع بتساوي الواي سي تربيع زي ما مكتوب في اخر السلايد من تحت. فالمعادلات دي مهمة لأن هي مش هتبقى معطاة ليك في الامتحان أبدا، فأنت لازم تكون عارفها، لازم تكون عارف ازاي تحسب اللينث اللي هي المعادلة اللي من فوق، ازاي تجيب الفولتج كابلنج من الباور كابلنج، وازاي تحسب الزيت ايفن والزيت اوت، أو تحسب الواي 1 والواي 2 على حسب الكابلنج المطلوب في السؤال، وعلى حسب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت. فدي مش هتبقى معطاة، فدي أنت لازم تذاكرها لأن دي نوت جيفن. فاحنا هنكتب عليها كلمة من فوق، نكتب عليها في اي بي،
في اي بي، يعني الكلام ده مهم، دي مش هتبقى معطاه في الامتحان، فانت دول لازم تذاكرهم كويس جدا عشان هبقى مش معطاه في الامتحان. طيب كلامي ده معناه ان في حاجات هتبقى معطاه في الامتحان، انا بقول لك دول مش معطاه في الامتحان، امال مين اللي هيبقى معطاه في الامتحان؟ كلامي ده معناه ان في حاجات هتبقى معطاه في الامتحان. في الواقع اكيد ايوه طبعا في حاجات هتبقى معطاه في الامتحان. مين المعطى في الامتحان؟ الجزء اللي انت مش مطالب انك انت تعمل له ميمورايز او تحفظه، لان هو استحاله تحفظه وتعمل له ميمورايز. انهي جزء؟ الجزء بتاع ازاي تعمل ديزاين للترانسميشن لاين ليه الكاركترستيك امبيدنس دي. ازاي تعمل ديزاين للترانسميشن لاين ليه الكاركترستيك امبيدنس دي؟ يعني واضح ان في البرانشد لاين كابلر اللي هو الكابلر ناحيه الشمال ده، البرانشد لاين كابلر احنا بنستخدم ترانسميشن لاين عباره عن شريحه واحده بس، شريحه واحده متفرعه على شكل مربع. لكن في الكابل لاين كابلر احنا بنستخدم ترانسميشن لاين عباره عن شريحتين. فعشان كده في انواع من الترانسميشن لاينز. يعني لو انت بتعمل برانش لاين دايركشن كابلر ممكن تستخدم الترانسميشن لاين ده اللي هو الاستريب لاين، الاستريب ترانسميشن لاين. الاستريب ترانسميشن لاين ايه البارامترات بتاعته؟ البارامترات بتاعته ايه وهو شكله ازاي؟ هو بيبقى عباره عن اتنين جراوند بلين زي ما احنا شايفين قدامنا كده، اتنين جراوند بلين، جراوند بلين من تحت وجراوند بلين من فوق. وبينهم هما الاثنين داي الكتريك ساندويتشيت، في داي الكتريك في النص، وداي الكتريك ده الداي الكتريك كونستانت بتاعه ايبسلون ار، وفي شريحه من كوندكتور زي ما انت شايف العرض بتاعها بيساوي دبليو، والشريحه دي هي اللي بيتحط عليها الفولتج، فالفولتج بيتحط على الشريحه دي ما بين الشريحه دي وبين الجراوند اللي فوق وتحت، والثيكنس بتاع الداي الكتريك بيبقى قيمته بتساوي بي، بنرمز لها برمز بي. وخلي بالك الثيكنس بتاع الداي الكتريك غير الثيكنس بتاع الستريب، في سيكنس للستريب نفسها اللي هو الميتال سيكنس، والميتال سيكنس ده بيبقى صغير وكتير جدا بيبقى مهمل في المسائل عمليا، واحيانا يبقى مش مهمل، لكن السيكنس بتاع الدايلكتريك هو اللي بنرمز له بالرمز بي. فده مثلا ستريب لاين. انا بعد ما اعمل ديزاين مثلا البرانشد لاين كابلر ممكن يطلع لي الواي واحد عاوز قيمتها بتساوي كذا، والواي اتنين عاوز قيمتها بتساوي كذا، فهشوف الواي واحد بكام والواي اتنين بكام. فالواي واحد دي اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الستريب لاين، اللي هي بتعتمد على البارامترات اللي موجوده قدامنا دول. يعني البارامترات اللي موجودين قدامنا دول، البارامترات اللي موجودين قدامنا دول هم الدبليو والبي والتي والابسلون ار. الدبليو والبي والتي والابسلون ار هم اللي بيحددوا القيمه بتاعت الكاركترستيك امبيدنس. فانت تشوف واي واحد بكام او زيت واحد بكام وتعمل ديزاين للبارامترات دول على حسب انت عايز واي واحد بكام وزيت واحد بكام. ده لو انت بتعمل ديزاين في مساله مين؟ في مساله البرانشد لاين دايركشن كابلر، لان البرانشد لاين دايركشن كابلر بيبقى فيه ستريب واحده بس زي ما انت شايف قدامك كده، ستريب واحده بس هي اللي موجوده في المساله، وهي اللي بتبقى موجوده في الجزء بتاع البرانش سيكشن، بيبقى عندي عباره عن ستريب واحده بس. برضه ديزاين مش شرط تعمل بس بالستريب لاين، الديزاين ممكن يتعمل بحاجه ثانيه زي مثلا المايكرو ستريب لاين. طب المايكرو ستريب لاين ايه شكل الاستراكشر بتاعته؟ ادي الاستراكشر بتاعت المايكرو ستريب لاين. هتلاحظ ان هي بالبارامترات بتاعتها شبه خالص الستريب لاين، الفرق الوحيد ان مفيش هنا اثنين جراوند بلين ما بينهم كوندكتور، لا هنا في جراوند بلين واحد بس اللي هو الجراوند بلين اللي من تحت ده، وعندك الكوندكتور اللي هي الستريب بتاعتك، الشريحه بتبقى موجوده من فوق، ادي الشريحه بتاعتك من فوق، برضو العرض بتاع الشريحه بيساوي دبليو، وعندك في النص في داي الكتريك، وداي الكتريك الكونستانت بتاعه اسمه ايبسلون ار. المره دي الثيكنس بتاع الستريب بنرمز له بالرمز دي بنسميه دي، وتاني مره بقول لك فرق بين الثيكنس بتاع الستريب، الثيكنس بتاع الداي الكتريك اللي احنا بنرمز له بالرمز دي، وبين الثيكنس بتاع الستريب اللي احنا بنرمز له بالرمز تي. تمام. فالبارامترات دي هي اللي هتحدد الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البرانشد لاين سيكشن. فطبعا الترانسميشن لاين ده بيستخدم في مين؟ بيستخدم في البرانشد لاين دايركشن كابلر، ما يستخدمش في الكابل لاين كابلر، لان الكابل لاين كابلر عايز حاجه يكون فيها شريحتين جنب بعض. فالرسمه بتاعت الستريب لاين والرسمه بتاعت المايكرو ستريب لاين احنا راسمين فيها البروباجيشن بتاع الويف بيحصل ازاي برضه. يعني الرسمه اللي ناحيه اليمين دي في الستريب لاين بتقول لك الويف لما بيحصل لها بروباجيشن في الستريب لاين بيحصل لها بروباجيشن ازاي، شكل المود، شكل المود اللي بيحصل له بروباجيشن، شكل المود بتاع المود بتاع الفيلد. هنا برضو اللي مرسوم ده قدامي عباره عن شكل المود بتاع الفيلد اللي بيحصل له بروباجيشن جوه المايكرو ستريب لاين. طيب ده لو بتعمل ديزاين لمين؟ لبرانشد لاين دايركشنال كابلر. طب لو بتعمل ديزاين لكابلد لاين كابلر، كابلد لاين كابلر عايز شريحتين جنب بعض، فالشريحتين جنب بعض دول لو انت بتستعمل ستريب لاين بيبقوا كده، لو انت بتستعمل ستريب لاين بيبقوا كده. ممكن يكونوا الشريحتين دول بارلل، بارلل يعني متوازيين، ممكن يكونوا الشريحتين دول بارلل يعني متوازيين زي الشكل اللي موجود ناحيه الشمال. فهنا هيتضاف عندك بارامتر جديد في الديزاين. ايه البارامتر الجديد في الديزاين؟ اللي هو السيباريشن ما بين الشريحتين. شكل الستريب لاين زي ما هو عباره عن اثنين كوندكتور فوق وتحت، اثنين كوندكتور جراوند فوق وتحت، والاثنين ما بينهم ساندويتشد
الجزء بتاع الدايلكتريك اللي الدايلكتريك كونستانت بتاعه ابسلون ار، كل ده زي ما هو، الدايلكتريك كونستانت بتاعه ابسلون ار زي ما هو، ودي اللي هي البي. وعندك السيبريشن قيمته بتساوي اس ما بينهم هما الاثنين، السيبريشن قيمته بتساوي اس ما بين الشريحتين. ممكن يكون الاثنين بارلل كده او ايدج كابلد، او ممكن يكونوا هما الاثنين ستاكت. ستاكت يعني الديزاين الثاني ده ستاكت، يعني الشريحتين فوق بعضيهم. عادي ممكن يبقى الشريحتين فوق بعضيهم، وساعتها تقدر تعمل منهم الكابلد مايكروستريب لاين. طبعا لما تيجي تعمل ديزاين الزيت ايفن والزيت اود هما الاثنين بيعتمدوا على بارامترات الديزاين اللي قدامنا اللي هما الدبليو والاس والبي والتي والابسلون ار، هما اللي بيحددوا قيمه الزيت ايفن والزيت اود اللي انت بتحددهم برضو على حسب على حسب الديزاين، على حسب الكابلنج انت عاوزه قيمته بتساوي كام. طبعا زي ما انت ممكن تعمل الكابلد لاين باستخدام الكابلد لاين دايركشنال كابلر باستخدام استريب لاين، ممكن تعمله باستخدام مايكرو ستريب لاين. في المايكرو ستريب لاين هيبقى عندك برضه نفس الاستراكشر المعتاده بتاعت المايكرو ستريب لاين، بس فيها شريحتين، شريحتين محطوطين من فوق بدل ما هما شريحه واحده، شريحتين وكل شريحه العرض بتاعها بيساوي دبليو. يبقى اذا الكابلد مايكرو ستريب لاين اللي هو بالشكل ده اللي فيه شريحتين، والكابلد ستريب لاين اللي هو بالشكل ده اللي هو برضه فيه شريحتين، ده يستعمل مع مين؟ بيستعمل دايما في الديزاين بتاع الكابلد لاين دايركشنال كابلر. في حين الستريب لاين او المايكرو ستريب لاين اللي فيه شريحه واحده، اللي فيه شريحه واحده بقوانينه، ده بيستعمل مع مين؟ بيستعمل مع مين؟ بيستعمل مع البرانشد لاين دايركشنال كابلر. الجزء اللي فاضل دلوقتي اللي هو القوانين اللي بتحكم اختيارك للكاركترستيك امبيدنس، ودي قوانين انت مش هتحفظها، دي قوانين هتكون معطاه عندك في الامتحان. يعني يكون معطى عندك في الامتحان القوانين اللي انت هتستعملها عشان خاطر تحسب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الديفايس وتعمل ديزاين بناء على هذه القوانين. القوانين دي كبيره وطويله وهي ما تتحفظش، هي تعطى عندك في الامتحان وانت تعوض فيها عشان خاطر تعمل الديزاين. والقوانين دي فيها اعتبارات كتير، يعني هي كلها بتبقى قايمه على ابروكسيميشنز وقايمه على صيغ تجريبيه امبيريكال فورميولا، فملهاش اثبات اناليتيكال، يعني ملهاش اثبات تحليلي اناليتيكال، وان كان بعضها ليه اثبات اناليتيكال، يعني بعضها ليه اثبات اناليتيكال بس في الاغلب كتير جدا منها ملهوش اثبات اناليتيكال. والصيغ دي بتبقى صيغ ابروكسيميتد، بتبقى صيغ عباره عن ابروكسيميشنز يعني، وتبقى الابروكسيميشنز بتاعتها مقبوله في حدود معينه. طيب الصيغ دي شكلها ازاي؟ الصيغ دي خلي بالك ممكن تختلف على حسب الاعتبارات اللي عندك، يعني ممكن انت مثلا تيجي في المساله يكون عرض الشريحه اللي هو الدبليو، عرض الاسترب يكون كبير. لو عرض الاسترب او الدبليو كبير بيبقى الفرنجنج افكت قليل. مين الفرنجنج؟ لو انت بتبص على المود بتاع الويف وهي بيحصل لها بروباجيشن جوه الاسترب لاين، هتلاحظ ان في فرنجنج عند اطراف الشريحه، اطراف الاسترب. لو الشريحه عريضه هيبقى الفرنجنج فيلد مهمل بالنسبه لباقي الفيلد اللي بيحصل له بروباجيشن، ساعتها بتبقى في صيغ ممكن نستعملها. لو كانت الدبليو عريضه والفرنجنج قليل، لو الدبليو قليله والفرنجنج كتير بتبقى الصياغ مختلفه. فكده عندي قانون للكاركترستيك امبيدنس لو الدبليو كبيره، وعندي قانون للكاركترستيك امبيدنس لو الدبليو قليله. بنفس الطريقه برضو عندي قانون للكاركترستيك امبيدنس لو انا اعتبرت الثيكنس بتاع الميتال اللي هو التي لو اعتبرته مهمل، وعندي قانون تاني لو اعتبرت التي اللي هو الثيكنس بتاع الميتال اعتبرته مش مهمل. فالقانون بيختلف على حسب كل حاله من الحالات دي، القانون بيختلف على حسب كل حاله من الحالات دي. طب ازاي؟ ايه شكل القانون؟ مثلا بالنسبه مثلا للستريب ترانسميشن لاين، ستريب ترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس الفورمولا بتاعتها بتعطى بالمعادله اللي عندنا في البرواز، دي معادله الكاركترستيك امبيدنس. المعادله دي هستعملها عشان اعمل ديزاين لستريب ترانسميشن لاين اللي فيه شريحه واحده، في شريحه واحده يبقى انا بتعامل مع المساله بتاعت مين؟ بتاعت البرانشد لاين دايركشنال كابلر. وعشان كده انا كاتب على السلايد من فوق انا بعمل ديزاين لبرانشد لاين دايركشنال كابلر اللي هو بيحتاج ترانسميشن لاين بشريحه واحده مش شريحتين جنب بعض. طيب يبقى كاركترستيك امبيدنس تحسب بالقانون اللي قدامنا ده، 30 باي على جذر ابسلون ار في 1 على دبليو اي على بي زائد سي اف على ابسلون. دبليو اي على بي، دبليو اي ده بنسميه الافكتيف ويتس، الافكتيف ويتس بتاع الشريحه، يعني العرض الافكتيف بتاع الشريحه. سي اف على ابسلون كميه هنشوف قيمتها بتحسب على حسب ايه. فانا قلت في حالتين ممكن تكون الشريحه عريضه فالفرنجنج مهمل، وممكن تكون مش عريضه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يكون الثيكنس اللي هو التي بتاع الاستريب معتبر، ممكن الثيكنس اللي هو التي بتاع الاستريب مش معتبر. طب تعالى نشوف الحالتين دول هم متلخصين في السلايد دي. نمسك الحاله اللي من تحت في الاول. الحاله اللي من تحت بتقول ايه؟ بتقول الدبليو اي على بي
طبعا البي اللي هو الثيكنس بتاع الداي الكتريك، الدبليو على بي ممكن تاخدها بتساوي الدبليو على بي على طول من غير اي اختلاف، بس ده لو كانت الشريحه بتاعتك عريضه، يعني الدبليو على بي اكبر من 35%. طب لو الدبليو على بي مش اكبر من 35% هناخد القانون اللي من تحت، يبقى الفرنشنج مش مهمل. ده ببساطه، يبقى لو فرنشنج مهمل هنمشي بالحته اللي فوق، الفرنشنج مش مهمل نمشي بالحته اللي تحت، على حسب الدبليو على بي كبيره ولا قليله. طب السي اف على ايبسلون اللي هو القيمه بتاع السي اف على ايبسلون دي قيمتها بتتحط ازاي في القانون؟ برضو حاجه من الاثنين، يا اما تعتبر في المساله بتاعتك الثيكنس، الثيكنس اللي هو تي، الثيكنس بتاع الكوندكتور نفسه مهمل، يبقى نحط السي اف على ايبسلون بيساوي القيمه دي خلاص على طول. يا اما تعتبر الثيكنس بتاع الكوندكتور مش مهمل، يبقى نحطها بالقانون اللي موجود في المسار الثاني ده. تمام، يبقى دول قوانين مختلفين على حسب الكيز اللي عندك وانت بتعمل ديزاين للستريب ترانسميشن لاين، وانت بتعمل ديزاين للستريب ترانسميشن لاين. طيب ده لو هعمل البرانش لاين دايركشن كابلر باستخدام ستريب ترانسميشن لاين، ممكن نشوف مثال عليها، بس انا هلخص القوانين وبعد ما الخص القوانين هنشوف مثال عليها مع بعضين. طيب لو هعمل ديزاين بمايكرو ستريب ترانسميشن لاين، فين قوانين المايكرو ستريب ترانسميشن لاين؟ المايكرو ستريب ترانسميشن لاين قوانينه اعقد شويه من قوانين ستريب لاين، بسبب ان الوسط اللي فيه الفيلد بيمشي مش حته واحده، الوسط مقسوم حتتين، حته اللي هو الهواء اللي من فوق، والحته اللي من تحت اللي هو عباره عن الضي الكتريك. فبسبب الانقسام ده هتلاقي القوانين اصعب شويه. ازاي؟ يعني مثلا القوانين تبقى شكلها كده بتاعت الكاركترستيك امبيدنس. الكاركترستيك امبيدنس مش قانون واحد ملموم في حته واحده، هو القانون في البرواز بتاع الكاركترستيك امبيدنس ده عندك حالتين. الحاله اللي من فوق لو كان الدبليو على دي اقل من او يساوي واحد، يعني العرض بتاع الشريحه قليل، يعني الفرنجنج مهمل، يعني في عرض الشريحه بتاع الشريحه قليل، يعني الفرنجنج معتبر. او كان مثلا دبليو على دي كبيره اكبر من واحد، يعني الشريحه عريضه، يعني الفرنجنج مهمل. تمام، فالمسار اللي فوق لو كانت الشريحه ضيقه، المسار اللي تحت لو كانت الشريحه عريضه والفرنجنج مهمل. طيب ده اللي هو ازاي نحسب الزيت نوت اللي هي الكاركترستيك امبيدنس. بس خلي بالك القانون بتاع الكاركترستيك امبيدنس سواء في المسار اللي فوق او المسار اللي تحت مش ظاهر فيه الدبليو، وما ظاهر فيه حاجه اسمها الدبليو اي، مش ظاهر فيه الدبليو، ظاهر فيه حاجه اسمها الافكتيف ويتس مش الويتس. المشكله ان الافكتيف ويتس ده بيعتمد على ايه؟ مش بيعتمد على حسب الفرنجنج بقى، الافكتيف ويتس بيعتمد على حسب الثيكنس بتاع الميتال. يعني لو انت جيت كده في السلايد دي، لو انت اعتبرت الثيكنس بتاع الميتال مهمل، الثيكنس بتاع الميتال مهمل، هناخد الدبليو على دي، الدبليو على دي العادي، فناخد الدبليو العادي. لو انت اعتبرت الثيكنس بتاع الميتال مش مهمل، يعني الثيكنس معتبر، هناخد واحد من القانونين اللي تحت، ولازم يكون مدي لك الثيكنس في المساله، لازم يكون مدي لك الثيكنس بتاع الميتال في المساله لو عايزك تعتبره. لو مديك الثيكنس في المساله وعايزك تعتبره هناخد قانون من القانونين اللي تحت. القانون اللي في النص هناخده لو كان دبليو على دي اكبر من واحد على اقل من واحد على 2 باي، والقانون اللي تحت هناخده لو كان الدبليو على دي اكبر من واحد على 2 باي. ده واحنا بنحسب الدبليو على دي، ده لو احنا بنكونسيدر الثيكنس والثيكنس بتاعنا معتبر، لكن لو الثيكنس مش معتبر هنشيل الدبليو افكتيف على دي ونحط مكانها الدبليو على دي العاديه خالص. دي اول حاجه. فده عشان نفهم ايه هو الدبليو اي على دي اللي موجود في قانون الكاركترستيك امبيدنس. طب مش بس الدبليو على دي، ده موجود حاجه اسمها الابسلون افكتيف. الابسلون افكتيف يعني مش هنحط الابسلون ار العاديه بتاعت الدايلكتريك اللي موجوده في الرسمه، مش هنحط الابسلون ار العاديه اللي موجوده في الرسمه، هنما نحط ايه؟ هنحط ابسلون بتحسب من السلايد دي، دي الابسلون احنا هنحطها، وبرده الابسلون اللي هتتحسب بتعتمد على دبليو اي على دي. فالابسلون دي بتعتمد على حسب انت اعتبرت الفرنجنج ولا ما اعتبرتش الفرنجنج. فلو كانت الدبليو على دي اقل من واحد، يعني الفرنجنج بتاعك معتبر عشان الشريحه ضيقه مش واسعه، يبقى نستخدم القانون اللي فوق. لو كانت الدبليو على دي كبيره اكبر من واحد، يعني الشريحه واسعه والفرنجنج مهمل، نستخدم القانون اللي تحت، واحنا بنحسب قيمه الابسلون افكتيف. الكلام ده بعد ما نحدد دبليو اي على دي على حسب اعتبارنا للتي. لو كانت التي مش معتبره هنحط الدبليو على دي العاديه، لو كانت التي معتبره هنحط الدبليو اي على دي اللي بتتحسب من السلايد دي. طيب خلي بالك لو كانت التي معتبره هنراعي الملحوظه اللي تحت. ايه الملحوظه اللي تحت؟ لو كانت التي معتبره وانت بتحسب وانت حسبت قيمه الدبليو افكتيف على تي، لازم تيجي في المعادله اللي فوق لازم تطرح الكميه اللي موجوده تحت دي من كل مسار من المسارين، لازم تطرح الكميه الموجوده تحت دي من كل مسار من المسارين لو انت عايز تعتبر الثيكنس بتاع الميتال اللي هي التي. يبقى ده لو انت بتعمل الكمبيوتيشنز بتاعت المايكروستريب لاين وانت عايز تعمل ديزاين للبرانش لاين دايركشن كابلر. هنا في ملحوظه غريبه شويه،
الكلام اللي بعمله ده لو انا عايز احسب، لو عايز احسب يعني عايز اعمل كومبيوتيشن. يعني ايه اعمل كومبيوتيشن؟ يعني لو عايز انت تحسب الكاركترستيك امبيدنس، تحسب كاركترستيك امبيدنس يعني عندك كل حاجه وانت عايز تعوض في القوانين دي وتحسب الكاركترستيك امبيدنس، والموضوع هيبقى موضوع حسابات بالاله الحاسبه. طب افرض انا مش عاوز احسب الكاركترستيك امبيدنس، انا عاوز اعمل ديزاين زي ما بيحصل عندي في المساله، بتبقى البارامترات دي مش معلومه وانت عاوز تعمل لها ديزاين، البارامترات دي مجهوله. فبارامتر مجهول زي الدبليو على دي مجهول اصلا، مش معروف قيمته بكام، اعرف ازاي اذا كنت هحسب من المسار اللي فوق ولا احسب من المسار اللي تحت؟ فالكلام ده يتعمل ازاي لما اجي اعمل مساله الديزاين؟ فعشان كده احنا هنحل مساله الديزاين ونشوف هنعمل ازاي بقى الكلام ده، يعني هختار المسار اللي فوق ولا المسار اللي تحت واحسب بناء على ايه؟ اكيد انت متوقع الحل، ان انا هفرض مثلا ان الدبليو على دي اكبر من واحد واختار المسار اللي يناسبها. لو طلعت بعد الحل ان مفيش سوليوشن او ان الدبليو على دي اللي طلعت مش اكبر من واحد، يبقى الفرض كان غلط، يبقى تاخد المسار الثاني. فدي هتبقى الطريقه بتاعتنا في الحل بتاع مساله الديزاين. واحنا هنحل مساله الديزاين بالستريب لاين على البرانش لاين دايركشن كابلر، وهنحل مساله الديزاين بالمايكروستريب لاين على البرانش برضو دايركشن كابلر. هنحل مساله كده ونحل مساله كده، مره بالستريب لاين ومره بالمايكروستريب لاين، ونشوف نقدر نعمل الديزاين ازاي. بعديهم هنخش ان شاء الله في مساله الديزاين بتاعه الكابل لاين دايركشن كابلر زي ما هنشوف ان شاء الله بعد قليل. فدي كانت فكره عامه عن القوانين بتاعه الستريب لاين والقوانين بتاعه المايكروستريب لاين اللي انت تعمل بيها ديزاين للكاركترستيك امبيدنس. دلوقتي هنبدا نشوف مثال على دايركشنال كابلر، برانش لاين دايركشن كابلر، عايز تعمله ديزاين باستخدام الستريب لاين. هنعمل ديزاين بالستريب لاين كامل، بعد كده نعمل ديزاين بالمايكروستريب لاين، ونشوف هنقدر نطلع البارامترات بتاعتنا ازاي ونقدر نعمل الديزاين بتاعنا ازاي. بعديها هنشوف مساله الديزاين بتاعه الكابل لاين دايركشنال كابلر. المثال الاول عندنا بيتكلم على ديزاين لدايركشنال كابلر من النوع الاولاني اللي هو البرانشد لاين، البرانشد لاين دايركشنال كابلر. مطالب في المساله بتاعه الديزاين انك تعمل المساله بتاعتك بالستريب ترانسميشن لاين. احنا هنلاقي المساله هتتحل مرتين او هنحلها مع بعضنا مرتين، او المثال موجود مرتين، مره وانت بتعمل الديزاين بالستريب ترانسميشن لاين، مره وانت بتعمل الديزاين بالمايكرو ستريب ترانسميشن لاين. طيب نقرا المساله ونشوف ايه المعطيات اللي فيها. المسألة بتقول ديزاين 50 اوم برانشد لاين كوادريتشر هايبرد جانكشن، سماه برانشد لاين كوادريتشر هايبرد جانكشن ات 3 جيجا هرتز، يعني 3 جيجا هرتز، يوزنج استريب لاين وذ دايركتريك ثيكنس اوف 1.5 ملم اند دايركتريك كونستانت اوف 2. فأول حاجة بيقول اعمل ديزاين لديفايس اسمه ايه؟ برانشد لاين كوادريتشر هايبرد جانكشن، سماه كده برانشد لاين كوادريتشر هايبرد جانكشن. الكوادريتشر هايبرد جانكشن هي البرانش لاين دايركشنال كابلر، بس لما يكون الكابلنج بتاعه قيمته بتساوي 3 ديسيبل. البرانش الكوادريتشر هايبرد جانكشن هي البرانش لاين دايركشنال كابلر العادي، هو الدايركشنال كابلر العادي بس لما يكون الكابلنج بتاعه قيمته بتساوي 3 ديسيبل. ونقصد بالكابلنج 3 ديسيبل الباور كابلنج، الباور كابلنج كوفيشنت اللي احنا عرفناه في اثناء الشرح بتاعنا ان هو قيمته بتساوي 10 لوغاريتم البي انبوتس على البي كابلت. فاحنا بنشتغل كنا عرفنا الباور كابلنج، قلنا الباور كابلنج قيمته بتساوي كام واحنا شغالين، قلنا الباور كابلنج اللي هو بالديسيبل اللي ممكن يكون معطى في السؤال قيمته بتساوي 10 في لوغاريتم الباور انبوت من عند البورت، من عند اي بورتس من البورتس اي بورت من البورتس الاربعه مقسومه على الباور كابلت. فلما يكون القيمه دي قيمتها بتساوي 3 ديسيبل، الكلام ده معناه ان الانبوت باور هتكون قد الكابل ده باور مرتين، يعني الدايركشن كابلر بتاعك بيقسم الباور بالنص ما بين الاتجاه بتاع الثرو دايركشن والاتجاه بتاع الكابل دايركشن، بيقسم الباور بالنص عليهم هما الاثنين، بيقسم الباور عليهم الاثنين بالتساوي. طبعا مش ضروري في الدايركشن كابلر تكون الباور بتقسم بالنص، مش لازم، ممكن تكون في باور قليله جدا بتروح في الكابل دايركشن واغلب الباور بتروح في الثرو دايركشن زي ما بالفعل هنشوف في المساله بتاعه الديزاين بتاعه الكابل لاين دايركشن كابلر. لكن كتير جدا في احوال كتيره ممكن تلاقي الباور كابلنج قيمته بتساوي 3 ديسيبل، 3 ديسيبل يعني الباور بتوزع بالتساوي بين الثرو دايركشن وبين الكابلد دايركشن. طيب هو هنا مش قايل لك انه 3 ديسيبل، امال قال لك الكلام ده فين في السؤال؟ لما قال لك ان دي عباره عن كوادريتشر هايبرد جانكشن، قال لك كده، قال لك عباره عن كوادريتشر هايبرد جانكشن. كوادريتشر هايبرد جانكشن الكونديشن ده او الاصطلاح ده معناه ان الدايركشن كابلر بتاعك تقدر تعرف ان السي بالديسيبل اللي هو الباور كابلنج بالديسيبل قيمته بتساوي 3 ديسيبل على طول. يبقى المعلومة دي جبناها من رأس السؤال. طيب يبقى ده قيمته بتساوي 3 ديسيبل، تمام. ايه تاني الحاجات اللي الراجل مدهاني؟ بيقول لك انا عاوز اعمل الدايركشن كابلر ده يكون 50 اوم.
ال 50 اوم دي هنا بتعود على مين؟ بتعود على الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الانبوت بورتس اللي احنا كنا بنسميها في المساله بتاعتنا زد سي في القانون بتاعتنا، زد سي او زد نوت كده ينفع وكده ينفع. زد سي قيمتها بتساوي 50 اوم، بس هنسميها زد سي عشان ده هيبقى اسهل عشان خاطر ما تلخبطش مع باقي الرموز اللي موجوده في القوانين. فالكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت قيمتها بتساوي 50 اوم، يبقى فعلا هي دي المعطيات اللي بتكون موجوده في السؤال. يعني احنا بنتكلم على ديزاين بروسيجر، الطريقه بتاعت الديزاين، قلنا المعطيات اللي هتكون عندك في السؤال هتبقى الباور كابلنج وهتبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت، وده اللي ادوهولك فعلا في السؤال، الحاجتين دول. مش كده وبس، ده كمان ادالك شويه بارامترات. يعني انت معروف في الديزاين انك المفروض بتختار البارامترات بتاعت الكابلد سيكشن لو انت بتعمل ديزاين لكابلد لاين دايركشن كابلر، او بتختار البارامترات بتاعت البرانش سيكشن او الميدل سيكشن. اقصد ايه بالبارامترات؟ اقصد الاتساع بتاع الشريحه، واقصد الثيكنس بتاع الدايلكتريك، والثيكنس مثلا بتاع الميتال لو كنت بتختار الثيكنس بتاع الميتال، او المسافه بين الشريحتين لو بتستعمل ترانسميشن لاين من النوع اللي هو الكابلد لاين اللي بيكون فيه شريحتين. فدي اللي احنا بنسميها بارامترات الديزاين اللي انت المفروض ان انت تختارها. هنا مش سايبها لك كلهم مجاهيل، لا، ادالك بعضهم مطالب منك انك تكمل الديزاين. طب مدي لنا مين؟ مطالب مننا احنا نحسب مين؟ مدي لك الثيكنس بتاع الداي الكتريك اللي احنا في الديزاين بتاع الستريب لاين رمزنا له بالرمز بي، مدي لك الثيكنس بتاع الداي الكتريك واللي قيمته بتساوي 1.5 ملم، وادالك كمان الابسلون ار لو هو الدايلكتريك كونستانت قيمته بتساوي 2. وفي الديزاين بتاع الستريب لاين انت بيبقى عندك ثلاث بارامترات بتحسبهم في ديزاين بتاع الستريب ترانسميشن لاين، هم ثلاث بارامترات دول: الاتساع بتاع الستريب اللي هو اتساع الشريحه، والثيكنس بتاع الداي الكتريك، الثيكنس بتاع الداي الكتريك، والقيمه بتاعت ايبسلون ار اللي هي الدايلكتريك كونستانت بتاع الدايلكتريك اللي موجود في الستريب لاين. هو مدي لك منهم اثنين وطالب منك الثالثه، فطالما مدي لك اثنين وطالب الثالثه هتستخدم المعادلات بتاعت الديزاين عشان تحسب الثالثه قيمتها بتساوي كام. طيب هستخدم معادلات الديزاين ازاي بتاعت البرانش لاين دايركشن كابلر؟ في البرانش لاين دايركشن كابلر انت كنت ممكن تشتغل بالادميتنس وممكن تشتغل بالامبيدنس، والقانون احنا كتبناه مرتين، يعني كاتبينه في الحته بتاعت الديزاين بروسيجر في السلايد بتاع الديزاين بروسيجر، كاتبين القانون مرتين، مره كاتبينه باستخدام الكاركترستيك، مره كاتبينه باستخدام الكاركترستيك امبيدنس، ومره كاتبينه باستخدام الكاركترستيك ادميتنس زي ما نشوف في السلايد قدامنا دلوقتي. فاحنا كاتبينه مرتين، يعني مره كاتبينه بالكاركترستيك امبيدنس، مره كاتبينه بالكاركترستيك ادميتنس. طيب انا هاخد المعادلات دي بتاعت الديزاين وهحطها جنب المثال، جنب المساله بتاعتنا عشان نستخدمها في الحل على طول. طبعا احنا زي ما اتفقنا هنحسب قيمه ال اللي هو الطول بتاع البرانش سيكشن، وهنحسب كمان الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البرانش سيكشن اللي هي واي 1 اللي هي زد 1 وزد 2 او واي 1 واي 2 من القوانين اللي قدامنا، بعد كده نستخدمهم في حساب البارامترات بتاعت الديزاين. طيب اول حاجه عاوزين نحسبها، عاوزين نحسب قيمه الطول، تمام؟ دي اول حاجه نحسبها، عايزين نحسب قيمه الطول. فنيجي بقى نعمل ايه؟ هناخد القوانين بتاعت الديزاين ونكتبها جنب المثال. هناخد قوانين الديزاين ونكتبها جنب المثال ونقول نحسب الطول ازاي. زي ما انت شايف ناحيه الشمال كده هيبقى ده السوليوشن بتاعي، هيبقى ده السوليوشن بتاعي. لما نيجي نحسب الطول هنقول الطول قيمته بتساوي لمدا على 4. تعالى نحسب لمدا، القوانين مكتوبه قدامك اهي، لمدا بتساوي 2 باي على بيتا، والبيتا بيساوي جذر الابسلون ار في الكينوت، يعني بيساوي جذر الابسلون ار في اوميجا على سرعه الضوء. فنقدر نحسب قيمه بيتا على طول مباشره، القانون مكتوب جنبينا، يبقى بيتا بتساوي، طبعا القانون دي هتبقى مش معطاه في الامتحان، يعني هنا كاتبها عشان اقول لك البروسيجر بتاع الحل شكله ازاي اللي هو البروسيجر بتاع الديزاين، لكن القانون دي مش هتكون معطاه في الامتحان. ايه اللي هيكون معطاه في الامتحان؟ القوانين بتاعت اختيارك للبارامترات على حسب الكاركترستيك امبيدنس او الكاركترستيك ادميتنس اللي انت عاوزه. فالبيتا هتبقى قيمتها بتساوي جذر ايبسلون ار مضروبه في اوميجا على الفي سي، جذر ايبسلون ار يعني جذر 2، مدي لك ايبسلون ار قيمتها بتساوي 2 في السؤال، مضروبه في الاوميجا اللي هي عباره عن 2 باي في التردد، التردد مدهوني في السؤال قيمته بتساوي 3 جيجا هرتز، يبقى في 3 في 10 اس 9 2 باي اف اللي هي قيمه الاوميجا مقسومه على في سي اللي هي سرعه الضوء اللي هي 3 في 10 اس 8. كده نقدر نحسب قيمه البيتا بتساوي كام؟ كده البيتا هتساوي، طبعا ممكن نختصر ال 3 في 10 اس 9 مع 3 في 10 اس 8، يتبقى من فوق عندي 10 بس، هيتبقى بس 10 من فوق في البسط لما تقسم 3 في 10 اس 9 على 3 في 10 اس 8. طبعا ال 10 تضرب في ال 2 باي وتضرب في جذر 2، 10 في 2 ب 20 وعندك جذر 2، يبقى البيتا قيمتها بتساوي 20 جذر 2 باي. وما ننساش الوحده بتاعت البيتا اللي هي عباره عن راديان لكل متر، دي اللي هي الوحده بتاعت البيتا.
يبقى انا كده حسبت البيتا بتاعت الترانسميشن لاين ده او البيتا بتاعت البرانشد لاين سيكشن. طب حسبت البيتا عايزين نعرف الطول بيساوي كام. هو الطول بتاع ال1 هيساوي الطول بتاع ال2 بتاع البرانش سيكشن هتبقى قيمته بتساوي لندا على 4 زي ما شرحنا من شويه. طب يبقى قيمته بتساوي لندا على 4، لندا اللي هي 2 باي على بيتا، يبقى بتساوي 2 باي على البيتا اللي هي 20 في جذر 2 في باي، يبقى كده 2 باي على بيتا، وفي 4 تحت في المقام ما تنساش. يبقى كده قيمه ال1 هتساوي قيمه ال2 هتساوي. نقدر هنا نختصر، نقدر هنا نختصر الباي طبعا هتروح مع الباي، والاثنين تختصر مع الاربعه اللي موجود عندك في المقام، يبقى عندك في المقام 2 بدل 4. الكلام ده معناه يبقى فوق في البسط اختصرنا ال 2 باي، تحت في المقام شلنا الباي، والاربعه بقيت 2، يبقى 2 في 20 بتساوي 40، يبقى 1 على 40 جذر 2. طبعا 1 على 40 جذر 2 دي بالمتر، ولكن احنا في الديزاين بتاعنا نظرا لان الابعاد بتاعت الدايركشنال كابلر اللي معمول بالستريب لاين بتبقى ابعاد صغيره خالص، فيفضل انك انت تكتب كل الابعاد بالمليمتر زي ما هو عملك حتى في السؤال. يعني هو حتى في السؤال لما مدي لك البعد بتاع الثيكنس بتاع الستريب، مدي لك البعد بتاع الثيكنس بتاع الستريب بالمليمتر، وده المنطقي لان الابعاد بتاعه الترانسميشن لاين بتبقى صغيره. ده ترانسميشن لاين ممكن يتحط في انتجريتد سيركت، ممكن يتحط في انتجريتد سيركت، فعشان كده الابعاد بتاعته بتبقى بالمليمتر. فهنا لو حسبنا الابعاد بالمليمتر تطلع ال قيمتها بتساوي تقريبا 17، تقريبا 17 علامة 6 8 مليمتر، تقريبا 17 علامة 6 8 مليمتر. يبقى انا كده خلصت البارامتر الاولاني من بارامترات الديزاين اللي هو عاوز احسب اللينث بتاع البرانشد سيكشن. برانشد سيكشن كان واخد شكل مربع، كان فيه حتتين، حته طولها ال1 وحته طولها ال2، علشان يتعمل برانشد لاين دايركشنال كابلر بغض النظر عن قيمه الكابلنج بكام، وبغض النظر عن الكاركترستيك امبيدنس بتاع البورت بكام، لازم نختار ال1 تساوي ال2 بتساوي لندا على 4. طبعا لندا على 4 اتحددت على حسب الفريكوانسي وعلى حسب الجذر بتاع ايبسلون ار، حسبناها طلعت قيمه لندا على 4 زي ما احنا شايفين كده. طيب ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هنبدا نحسب في قيمه الواي 1 والواي 2 اللي هم الكاركترستيك ادمتنس بتوع البرانشد سيكشن. وما تنساش ان الواي 1 دي كانت الكاركترستيك ادمتنس بتاعه الثرو دايركشن، بتاعه الثرو دايركشن، والواي 2 كانت الكاركترستيك ادمتنس بتاعه الكابل دايركشن، بتاعه الكابل او الكابلد دايركشن. تمام، فواي 1 كانت بتاعه الثرو دايركشن، والواي 2 كانت بتاعه الكابلد دايركشن. بس في الاول عشان تحسبوا هما الاثنين القانون بتاعهم بيعتمد على سي في، سي في اللي احنا سميناها الفولتج كابلنج، فلازم احسب سي في في الاول اللي هي الفولتج كابلنج. طب احسبها ازاي؟ بحسب السي في زي ما انت شايف كده في معادلات الديزاين من الكابلنج بتاع الباور. طب الكابلنج بتاع الباور بكام؟ زي ما انا كتبت من شويه الكابلنج بتاع الباور مديهولك في السؤال في الكلمه بتاعه الكوادريتشر هايبرد جانكشن، هي اللي مديلك فيها الكابلنج بتاع الباور. الكابلنج بتاع الباور كده هيساوي 3 ديسيبل. ليه؟ لان معنى كلمه كوادريتشر هايبرد جانكشن يبقى دي معناها ان الكابلنج بتاع الباور بيساوي 3 ديسيبل، لان معناها ان الباور بتوزع بالتساوي ما بين الاثنين دايركشن بتوع الثرو وبتوع الكابلد. تمام، يبقى كده تقدر تكتب ان سي في اللي هي الفولتج كابلنج قيمتها بتساوي زي ما احنا كاتبين كده 10 اس سالب الكابلنج بالديسيبل بتاع الباور مقسوم على 20. هتطلع طبعا السي في دي لما تيجي تحسبها هتعوض عن الكابلنج بتاع الباور ب 3 ديسيبل. خلي بالك ال 3 ديسيبل دي اللي هي بالظبط تقريبا بتساوي 10 لوغاريتم 2. ال 3 ديسيبل تقريبا 10 لوغاريتم 2، لو حسبت 10 لوغاريتم 2 على الآلة هيطلع ب 3 ديسيبل. ما هي جت من فين؟ جت من ان الباور بتاعت الانبوت قد الباور بتاع الكابلد مرتين، فبتقسم بي انبوت على بي كابلد بتساوي 2، وتاخد 10 لوغاريتم 2 تطلع بتساوي 3 ديسيبل. فانا بدل ما اعوض ب 3 ويطلع معايا رقم كسر، والكسر ده يتقرب بالتقريب، هعوض بالقيمه الصح اللي هي الاكزاكت. دي القيمه الصح اللي هي الاكزاكت، دي هي القيمه اللي بتقول لي ان الدايركشن كابلر بتاعي عباره عن كوادريتشر هايبرد جانكشن، او الباور فيه بتقسم بالنص. فالقيمه الاكزاكت انك تحطها 10 لوغاريتم 2. لما تحط 10 لوغاريتم 2 وتعوض هنا يطلع لك السي في قيمتها بتساوي 10 اس فوق في البسطه يبقى سالب، طبعا 10 لوغاريتم 2 على 20 تبقى عباره عن سالب نص لوغاريتم 2. طبعا 10 اس سالب نص لوغاريتم 2 اللي ممكن تختصرها تبقى عباره عن 1 على جذر 2. فقيمة الفولتج كابلنج اللي هو 10 أس سالب نص لوغاريتم 2 اللي هي قيمته بتساوي 1 على جذر 2، دي اللي هي قيمة الفولتج كابلنج. طيب حسبنا الفولتج كابلنج اللي احنا بنستخدمه في المعادلات اللي جاية كلها عشان خاطر نحسب الكاركترستيك امبيدنس أو الكاركترستيك ادمتنس بتاعة الجزء اللي احنا عاوزين نعمله ديزاين. هنعوض بالفولتج كابلنج في المعادلتين اللي موجودين عندي هنا ناحية الشمال، اللي المعادلة اللي بتحسب لك الكاركترستيك امبيدنس
بتاعت الثرو دايركشن، والمعادله الثانيه بتحسب لك الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الكابل دايركشن. ممكن نستخدم المعادله باستخدام الواي، او ممكن نستخدم المعادله بتاعت الزد. انا استخدم المعادله بتاعت الزد، فزد واحد لما اعوض بالفولتج كابلنج سي في قيمته واحد على جذر 2 يبقى زد واحد بتساوي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت مقسومه على جذر 2، يعني بتساوي ال 50 اوم لو عاوزها في الديزاين مقسومه على جذر 2. طبعا الكلام ده بالاوم، فدي قيمه زد واحد. طب قيمه زد 2، زيت 2 اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الكابل دايركشن، تطلع بتساوي السي في مقسوم على الجذر التربيعي لواحد ناقص السي في تربيع، الكلام ده مضروب في الكاركترستيك امبيدنس اللي هي زيت سي. طب السي في اللي فيها في البسط دي قيمتها بتساوي واحد على جذر 2، والمقام تحت الجذر التربيعي لواحد ناقص السي في تربيع. طبعا واحد ناقص السي في تربيع يعني واحد ناقص نص، واحد ناقص نص اللي هي بتساوي نص تحت الجذر يعني واحد على جذر 2، فكانك قاسم واحد على جذر 2 في البسط على واحد على جذر 2 في المقام، فيطلع لك الاثنين متساويين، فيطلع لك الزيت 2 قيمتها بتساوي الزيت سي بالظبط، بتساوي الزيت سي بالظبط يعني بتساوي 50 اوم. طب يبقى اذا عشان تعمل كوادريتشر هايبرد جانكشن باستخدام البرانشد لاين دايركشنال كابلر، يعني تعمل برانشد لاين دايركشنال كابلر بيعمل توزيع للباور بالتساوي ما بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن، بتخلي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الكابل دايركشن بتساوي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الانبوت بورت يعني بتساوي 50 اوم، وبتخلي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الثرو دايركشن بتساوي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الانبوت بورت مقسومه على جذر 2. والبروبلم دي كتير جدا بتكون موجوده في العملي، يعني كتير جدا بتكون موجوده على ارض الواقع في العملي، كتير خالص كتير خالص بنعوز نعمل برانش لاين دايركشن كابلر يكون بيوزع الباور بالتساوي ما بين الكابل دايركشن وبين الثرو دايركشن، بيوزعها بالتساوي بينهم هما الاثنين، وذلك الديزاين ده مشهور جدا في العملي. بس هل كل المسائل بتاعه البرانش لاين دايركشن كابلر لازم تكون بتوزع الباور بالتساوي؟ مش لازم، مش لازم، وان كان ده الغالب لكن مش لازم. احنا ممكن نظريا وممكن عمليا نعمل ديزاين لبرانش لاين دايركشنال كابلر بيوزع الباور مش بالتساوي، بيودي اغلب الباور في اتجاه الثرو وبيدي جزء قليل من الباور في اتجاه الكابل دايركشن، وان كان ده مش هو اللي بيستعمل كتير، مش هو اللي اكتر بيستعمل كتير، لان البرانش لاين دايركشنال كابلر بيوزع الباور كويس، فعشان بيوزع الباور كويس بيبقى احسن استفاده ليه ان احنا نستخدم الديزاين بتاعه ده في الحاله اللي نكون فيها متطلبين او عاوزين في العملي نوزع الباور بالتساوي ما بين الاتجاه بتاع الثرو دايركشن والاتجاه بتاع الكابل دايركشن. الكلام ده على فكره هيبقى باختلاف عن الديزاين بتاع النوع الثاني بتاع دايركشن كابلرز اللي هو الكابل لاين دايركشن كابلرز اللي احنا اتكلمنا عليه. الكابل لاين دايركشن كابلرز هنلاقي الكابلنج اللي فيه ضعيف، وزي ما اتفقنا في المره اللي زي ما اتفقنا من شويه الكابلنج اللي فيه ضعيف معناها ان الكابلنج كوفيشنت بتاع الباور قيمته كبيره، لان من الديفينيشن بتاع الكابلنج كوفيشنت بتاع الباور ان هو 10 لوغاريتم البي انبوت على البي كابلد، فالقيمه بتاعته كل ما تزيد كل ما معناه ان البي كابلد قلت. ففي الكابل لاين دايركشن كابلر السي بالديسيبل بتبقى قيمته كبيره، وده معناه ان الكابلنج ضعيف، ولذلك الديزاين بتاع الكابل لاين دايركشن كابلر بيكون هو المناسب لو انت بتعمل ابلكيشن مش عاوز فيه تخلي الكابلنج عالي، يعني مش عاوز فيه الباور اللي راحت للكابل دايركشن تكون كبيره، عاوز تودي جزء من الباور هناك بس باور قليله، ساعتها بيبقى هو الديزاين المناسب. اما الديزاين بتاع البرانش لاين دايركشن كابلر بيبقى مناسب اكتر في المسائل او في التطبيقات اللي انت عايز توزع فيها الباور بنسبه كبيره، يعني عايز مثلا الباور اللي توزعت في الثرو دايركشن قد الباور اللي راحت في الكابل دايركشن، او هما الاثنين قريبين جدا من بعض، فده اللي بيبقى مناسب فيه انك انت تستعمل البرانش لاين دايركشنال كابلر. لحد المرحله دي في الديزاين المعادلات الموجوده ناحيه الشمال مش هتبقى معطاه في الامتحان لو جات لك مساله زي كده في الامتحان، فلازم تبقى انت عارفها كويس جدا ومذاكرها. لكن الجزء اللي جاي بعد كده في كماله المساله اللي هو ازاي تحسب بارامترات الديزاين، يعني في السؤال الراجل مدي لك الثيكنس بتاع الدايلكتريك 1.5 مليمتر، ومدي لك في السؤال الدايلكتريك كونستانت قيمته بتساوي 2، وطالب تعمل ديزاين يعني تحسب البارامتر اللي ناقص. البارامتر اللي ناقص اللي هو دبليو اللي هي الاتساع بتاع الشريحه، العرض بتاع الاستريب، ده اللي هو البارامتر اللي ناقص. طبعا القوانين بقى اللي انت بتحسب منها البارامتر اللي ناقص ده اللي هي القوانين اللي تربط ما بين ابعاد الترانسميشن لاين وبين الكاركترستيك امبيدنس، دي مش هتحفظها ولا هتذاكرها، دي هتكون يعني هتذاكرها طبعا لكن مش هتحفظها، يعني هتكون معطاه ليك في الامتحان عشان تقدر تستعملها، فهي مش للحفظ يعني، دي ممكن تكون معطاه عندك في الامتحان لو جات لك مساله زي كده. فتعال نشوف ازاي نختار ابعاد الترانسميشن لاين ونعمل ديزاين بحيث نحصل على كاركترستيك امبيدنس بتاعت ال 50 على جذر 2 للثرو دايركشن والكاركترستيك امبيدنس بتاعت ال 50 للكابل دايركشن. طيب هو انا مش محتاج بالمنظر ده على فكره اعمل ديزاين للترانسميشن لاين بتاع الكابل دايركشن، ليه؟ لانه هيبقى زي البورت بالظبط، هيبقى زي البورت بالظبط، فالابعاد اللي هو هيختارها في الترانسميشن لاين بتاعه للبورت هي نفس الابعاد اللي اختارها للدايركشن بتاع الكابل دايركشن بتاع الترانسميشن لاين، فهيخلي العرض بتاع اللاين زي العرض بتاع الانبوت بورت، ودي ما فيهاش مشكله.
هيخلي العرض اللي بتاع اللاين زي العرض بتاع الانبوت بورد بالظبط، ما فيهاش مشكله. امال مين اللي هيتغير العرض بتاع الشريحه بتاعته اللي هو ترانسميشن لاين اللي محطوط في الاتجاه بتاع الثرو دايركشن. فتعال نشوف نقدر نعمله مثلا ديزاين ازاي. فنستخدم فيها المعادلات بتاعه الديزاين. معادلات الديزاين دي هتكون معطاه عندك في الامتحان، لان انت مش هينفع طبعا ايه انك انت تحفظها. فزي ما شفنا من شويه ادي المعادلات جنبينا مكتوبه ناحيه الشمال، مدي لك الزيت نوت قيمتها بتساوي المعادله اللي في البرواز اللي هي 30 باي على جذر ايبسون ار في 1 على البارامترين المجموعين على بعضهم اللي هم الدبليو الويتس على البي، البي دي اللي هي الثيكنس بتاع الدايلكتريك اللي موديلها قيمته بتساوي 1.5 ملم، والابسلون اللي هي ايبسون ار في ايبسون نوت. طيب احنا قلنا واحنا بنشرح القوانين بتاعت الديزاين لما خدنا عنها فكره من شويه، قلنا انت القوانين دي بتتوقف على حسب الحاله بتاعت الاستريب لاين بتاعك. يعني عندك مثلا في القانون بتاع حساب الكاركترستيك امبيدنس ده عندك بيظهر فيه حاجه اسمها دبليو افكتيف على بي وحاجه اسمها سي اف على ايبسلون. الدبليو افكتيف على بي دي بتبقى القيمه بتاعتها على حسب انت اعتبرت الفرنجنج افكت ولا لا، يعني حسب العرض بتاع الشريحه واسع ولا العرض بتاع الشريحه ضيق. فلو كان العرض واسع بتحسب بطريقه، ولو كان العرض ضيق بتحسب بطريقه مختلفه زي ما مكتوب تحت القانون هنا بالظبط على طول كده. وكمان قيمه السي اف على ايبسلون اللي ظاهره قدامنا في القانون برضو تفرق على حسب انت اعتبرت الثيكنس بتاع الاستريب نفسها اللي هو الثيكنس بتاع الميتال بتاع الاستريب نفسها مهمل ولا داخل معاك في الكالكوليشنز بتاعتك. لو كان مهمل هيبقى تحسب قيمه سي اف على ايبسلون من صيغه معينه او بقيمه معينه، ولو ما كانش مهمل يبقى تحسبها من قانون تاني او من صيغه تاني. انا عندي هنا في البروبلم بتاعتي ما جابليش اي ذكر خالص للثيكنس بتاع الميتال بتاع الاستريب، ولذلك انا ممكن اهمله طالما جابليش اي ذكر عنه خالص. لان لو كان عاوز ما يهملهوش هيقول لي كونسيدر ان القيمه بتاعته مثلا بكذا، او يقول لي خده في الكالكوليشنز بتاعتك واعتبر قيمته بكذا. لو ما قال لي ما تاخدوش في الكالكوليشنز بتاعتك يبقى معنى كده ان قيمته صغيره خالص، لدرجه ان احنا ممكن نعتبر الاستريب بتاعت الكوندكتور كان ملهاش ثيكنس، كان هي بالظبط عباره عن شيت من الكوندكتور ملهاش ثيكنس خالص. تمام، فعشان كده ممكن نهمل الثيكنس بتاعها. طيب هنعمل الديزاين ازاي؟ احنا عارفين قيمه بي، اللي هي قيمتها بتساوي 1.5 ملم اللي عباره عن الثيكنس بتاع الضي الكتريك اللي هي بي قيمتها بتساوي 1.5 ملم، وفاضل قيمه الدبليو. نحسب قيمه الدبليو ازاي؟ هنمسك المعادله بتاعه الكاركترستيك امبيدنس، ده البروسيدجر بتاع الحل، ده البروسيدجر بتاع الديزاين. هنمسك المعادله بتاعه الكاركترستيك امبيدنس. انت عاوز الكاركترستيك امبيدنس تكون بتساوي بتاعه الثرو لاين تكون بتساوي 50 على جذر 2، يبقى ممكن تستنتج علاقه تحسب فيها قيمه الدبليو على بي والسي على اف هما الاثنين. يعني ممكن من العلاقه دي اطلع دبليو على بي وسي على اف قيمتهم على بعض بتساوي كام لما اعوض في المعادله بتاعه الكاركترستيك امبيدنس. يعني هنحط الكاركترستيك امبيدنس قيمتها بتساوي 50 على جذر 2، ده بالنسبه للثرو لاين، اللاين اللي في ثرو دايركشن، هتساوي الناحيه الثانيه 30 باي على جذر ايبسلون ار يعني على جذر 2 برضه مضروبه في 1 على تحت في المقام عندي الدبليو اي مقسوم على بي، وكده عندي السي اف مقسوم على ايبسلون. كده انت ممكن لما تشطب طبعا الجذر 2 مع الجذر 2 تقدر تستنتج ان الدبليو اي مقسوم على بي مجموع عليها السي اف مقسوم على ايبسلون، الكلام ده قيمته بتساوي لما تقدر تاخده لوحديه تقدر تاخد بالك ان قيمته بتساوي 6.10 باي. 6.10 باي اللي هي 30 باي مقسوم على 50، اللي هي 30 باي مقسوم على 50 اللي هي عباره عن 6.10 باي. طيب هنا بقى انا عندي اكتر من مجهول، يعني عندي الدبليو اي هو اللي عايز اعرفه، وفي نفس الوقت ما اعرفش قيمه سي اف بكام. اروح للقوانين بتاعه الديزاين اشوف قيمه سي اف على ايبسلون، قيمه سي اف على ايبسلون بتساوي كام في الحاله اللي انا شغال فيها. الحاله اللي انا شغال فيها احنا اهملنا او مش معتبرين معانا في الكالكوليشنز الثيكنس بتاع الميتال بتاع الاستريب. طب لو مش معتبرين الثيكنس بتاع الميتال بتاع الاستريب هيكون مقطع عندك في الامتحان، هيكون مقطع عندك في امتحان الفورمولاز دي اللي هي بتقول لك السي اف على ايبسلون ده قيمته بتساوي كام في كل حاله. السي اف على ايبسلون لو انت عملت اجنورنج للثيكنس بتاع الاستريب يبقى قيمته اتحط بالرقم ده اللي هو 441 من 1000. لو انت معتبر التي، التي معتبره يعني التي معطاه عندك في المساله، يبقى تعوض في الفورمولا دي. وطبعا لو التي معطاه هتبقى التي معطاه والبي اصلا معطاه في السؤال، البي نفسها زي ما قلنا اللي هي الثيكنس بتاعه الدايلكتريك معطاه في السؤال. فكل اللي تعمله انك تعوض في الحاسبه بالصيغه دي تبقى عرفت قيمه السي اف على ايبسلون بتساوي كام. فبغض النظر عن الحاله، الحاله الاولى اللي هي التي مجهوله معنا السي اف على ايبسلون، الحاله الثانيه اللي هي التي معطاه هنعوض في القانون اللي جنبيها اللي تحتيها على طول ونعرف قيمه السي اف على ايبسلون بكام. انا هنا عندي التي قيمتها مجهوله يبقى هاخد السي اف على ايبسلون بكام، التي قيمتها مهمله فعندي السي اف على ايبسلون هاخد قيمتها بكام بالرقم اللي من فوق اللي هو 441 من 1000. يبقى كده ممكن تكتب وانت مطمئن ان الدبليو اي مقسوم على بي قيمتها بتساوي 6.10 باي، ان الدبليو اي مقسوم على بي
قيمتها بتساوي اللي 6 من 10 باي ناقص السي اف على ايبسلون اللي هي علامة 4 4 1. دي قيمة السي اف على ايبسلون اللي هي 4 علامة 4 4 1. القيمة دي اللي هي لما نحسبها بالآلة الحاسبة تطلع قيمتها بتساوي تقريبا 1 علامة 3 4 4 4 4. دي قيمة ال W E على B. طيب خلاص، ممكن واحد كده يقول لنا كده المسألة خلصت أو انتهت، يلا نضرب البي، نضرب البي اللي في المقام تحت دي اللي هي معطاب 1.5 ملم، نضربها في 1 علامة 3 4 يطلع لنا ال W E. أيوة بس ده تبقى ال W E مش ال W. خلي بالك في الديزاين انت عايز تعرف قيمة ال W. هي علاقة ال W E بال W على حسب، على حسب انت معتبر معاك الفرنجنج ولا مش معتبره. ممكن ال W E على البي، ممكن ال W E على البي تبقى زي ال W على بي بالظبط زي ما هو موجود عندنا في المعادلة دي. الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو انت عندك العرض بتاع الشريحة كبير، لو العرض بتاع الشريحة كبير بحيث W على بي اكبر من 35%. ممكن W E على بي ما تبقاش هي نفسها W على بي، يعني W effective ما تبقاش زي ال W، لا ممكن تبقى بال W على بي تحسب بالفورميولا اللي من تحت دي. الكلام ده لو كان الفرنجنج معتبر وكانت ال W على بي اقل من 35%. طب ايه الحل؟ احنا مش عارفين بقى لان ال W نفسها مجهوله، يعني انت ما تعرفش ال W على بي بكام عشان تختار هتستخدم الفورميولا اللي فوق ولا تستخدم الفورميولا اللي تحت. انت ما تعرفش W على بي اصلا بكام لان W مجهوله، W effective هي اللي معلومه لكن ال W نفسها مجهوله. طيب اعمل ايه بقى عشان خاطر احل المشكله دي؟ هتشوف قيمه ال W effective على بي اللي طلع معاك قيمتها بتساوي كام. طلع معاك ال W effective على بي بتساوي 1 علامة 3 4. طب ال 1 علامة 3 4 دي اكبر من 35% ولا اقل؟ اكبر من 35%، يبقى تاخد المسار اللي من فوق. طب ازاي مع ان المسار اللي من فوق المفروض ناخده لما تكون ال W على بي هي اللي اكبر من 35% مش ال W E على بي؟ ما هو inherently من المعادله دي تقدر تاخد بالك من حاجه، لو كانت ال W على بي اكبر من 35% هتبقى ال W E على بي هي كمان اكبر من 35%. الكلام ده واضح من المعادله نفسها، يعني في المعادله نفسها لو كانت ال W اللي هي عرض الشريحه، في المعادله نفسها لو كانت ال W اللي هي عرض الشريحه اكبر من 35%، ال W على بي اللي هو عرض الشريحه لو كان اكبر من 35% ساعتها هتبقى ال W effective على بي بتساوي ال W على بي، فهتبقى هي كمان اكبر من 35%. لو كانت ال W على بي اقل من 35% فساعتها ال W effective على بي هتتحسب من العلاقه دي، والعلاقه دي تقدر تثبت بنفسك انها دايما هتطلع رقم اقل من 35% لو كانت ال W على بي اقل من 35%. فلو كانت ال W E على بي اكبر من 35% يبقى نستخدم العلاقه اللي من فوق ونعتبر ال W E على بي بتساوي ال W على بي، وتقدر تحسب منها قيمه ال W على طول، وده الكلام اللي واضح قدامك من المعادله. فكده ممكن نحسب قيمه ال W على طول. هنقول ال W E اللي طلعت معانا، هنقول ال W E على بي اللي طلعت معانا قيمتها بتساوي 1.34، وبالتالي تقدر تقول ان قيمه ال W دي اللي هي بتساوي W على بي، يبقى قيمة ال W بتساوي 1 علامة 3 4 دي مضروبة في 1.5 ملم، يبقى ممكن تحسب العرض بتاع الاسترب قيمته بتساوي كام؟ اللي هو لو عملتها بالآلة الحاسبة هيطلع لك 2.166 ملم. يبقى ده اللي هو ازاي تقدر تعمل ديزاين لبرانشد لاين دايركشنال كابلر باستخدام باستخدام الاسترب ترانسميشن لاين. طيب مسألة سهلة، طلعنا الطول، وبعد ما طلعنا الطول جينا بعد كده استخدمنا الكاركترستيك امبيدنس اللي احنا عاوزينها، واستخدمنا معاها الفولتج كابلينج. خلاص هما الاثنين مع بعضهم حسبنا منهم، استخدمنا الفولتج كابلينج وبعد كده استخدمنا معاها الانبوت كاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورد عشان نطلع منهم الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل سيكشن، بتاعت الثرو دايركشن وبتاعت الكابل دايركشن. منهم قدرنا نعمل ديزاين الابعاد بتاعت الثرو دايركشن. طب ممكن تعمل ديزاين الابعاد بتاعت الكابل دايركشن اللي هتبقى قيمتها بتساوي 50 اوم؟ تقدر، تقدر تعملها بنفس الطريقه، يعني ممكن تعمل ديزاين للانبوت بورت نفسها، تشوف ابعاد الانبوت بورت هتكون بكام، وتقدر تعمل ديزاين للجزء بتاع الكابل دايركشن برضه تبقى ابعاده زي الابعاد بتاعت الانبوت بورت. هتعمل ديزاين بنفس الطريقه، يعني لو طبقنا نفس المعادلات هنرجع نقول نفس الكلام بالظبط، هنقول المره دي عايزين كاركترستيك امبيدنس تبقى قيمتها بتساوي 50 اوم، يبقى ال 50 اوم دي هتساوي 30 مضروبه في الباي مقسومه على جذر 2 مضروبه في 1 على ال W effective مقسومه على بي زائد السي اف على ايبسلون اللي انا هاخدها علامه 4 4 1. ليه؟ عشان خاطر انا اهملت الميتال سيكنس. فكده ممكن تقول ان ال W effective مقسومه على البي زائد علامه 4 4 1 تبقى قيمتها بتساوي، المره دي هتبقى عباره عن 6 من 10 باي بس مقسومه على جذر 2. وبالتالي تقدر تجيب ال W effective على بي، هتقول ال W effective على بي قيمتها بتساوي،
هتقول ال W effective على ال B قيمتها بتساوي الستة من عشرة باي مقسومة على جذر اتنين مطروح منها القيمة دي اللي هي كانت علامة أربعة أربعة واحد. وبالتالي تقدر تجيب ال W effective على B قيمتها بتساوي كام، وتعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت عشان تعرف تجيب الويتس بتاع الاستريب، وطلعت القيمة دي تطلع لك تقريبا بتساوي علامة تمانية تسعة اتنين مليمتر. طيب طلعت تقريبا علامة 8.92 مليمتر، أكبر من كام؟ أكبر من 35 من 100. طالما أكبر من 35 من 100 باخد المسار اللي من فوق، المسار اللي من فوق في القانون اللي على جنب ده، يعني اعتبر إن القيمة دي بالظبط بتساوي قيمة ال W على B. يبقى ممكن تقول على طول ال W قيمتها بتساوي العلامة 8.92 مضروبة في قيمة ال B اللي هي عبارة عن 1.5 مليمتر، يبقى تعرف تجيب العرض بتاع الشريحة قيمته بتساوي كام على طول. يطلع لك العرض بتاع الشريحة قيمته بتساوي 1 علامة 3.38 مليمتر. طبعا الواضح من الديزاين بتاعنا ان الانبوت بورت عشان خاطر الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها اعلى من الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الجزء بتاع البرانشد لاين، هتلاقي العرض بتاع الشريحه اقل. وفي الستريب ترانسميشن لاين وفي المايكروستريب برضو الحكايه دي، ان كل ما يعرض العرض بتاع الستريب كل ما تزيد الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين. فالانبوت بورت والكابلد دايركشن ليهم نفس الابعاد، ايه ابعادهم؟ عرض الشريحه بيساوي 1 علامه 3.38 مليمتر، في حين الجزء بتاع الجزء بتاع السترو دايركشن هيبقى عرض الشريحه بتاعته اللي احنا طلعناه في المره الماضيه على طول، لو كان تقريبا 2 علامه 1.66 مليمتر. فده هيبقى الديزاين او دي هتبقى الابعاد بتاعت البرانشد لاين ترانسميشن لاين بتاعك او البرانشد لاين دايركشن كابلر بتاعك. طيب ممكن نفس المساله بالظبط اللي انت عملت لها ديزاين باستخدام ستريب ترانسميشن لاين، ممكن يقول لك اعمل لها ديزاين بس باستخدام مايكرو ستريب لاين. فتعال نشوف لما يطلب منك انك انت تعمل ديزاين باستخدام المايكرو ستريب لاين. جاب لك نفس الدايركشن كابلر، اقصد بنفس الدايركشن كابلر يعني عايز نفس قيمه الكابلنج، وعايز نفس التردد، وعاوز نفس القيمه بتاعت الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت. تعال نقرا السؤال ونشوف. بيقول لك اعمل ديزاين برضه ل 50 اوم برانشد لاين كوادريتشر هايبرد جنكشن. 50 اوم اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت، يبقى الزد سي اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت قيمتها بتساوي 50 اوم. بيقول لك كوادريتشر هايبرد، كوادريتشر هايبرد جنكشن يعني يقصد ان السي بالديسيبل اللي هو الباور كابلنج كوفيشنت قيمته بتساوي 10 لوغاريتم 2، 10 لوغاريتم 2 اللي هو بتساوي تقريبا 3 ديسيبل، تقريبا بتساوي 3 ديسيبل. برضه تشتغل عند نفس الفريكونسي اللي هو 3 جيجا هرتز، بس في اختلافين المره دي. الاختلاف الاولاني ان هو هيستخدم مايكرو ستريب ترانسميشن لاين. مايكرو ستريب ترانسميشن لاين اللي احنا شفنا صورته في اول التسجيل ده، اللي هو الصوره بتاعته عباره عن تقريبا كانك اخذت الستريب ترانسميشن لاين ورحت قطعه كده من النص، بدل ما يكون الدايلكتريك بتاعك بيحاوط او محيط بالستريب من جميع الاتجاهات، يعني السبيس كله بتاع الترانسميشن لاين مليان بالدايلكتريك، لا الترانسميشن لاين بيبقى نصين، النص بتاعه عباره عن الدايلكتريك والنص اللي فوقيه عباره عن الهواء، فهو ما بقاش كله دايلكتريك بس. ده اللي هو المايكروستريب ترانسميشن لاين. ومديك الدايلكتريك ثيكنس مختلف، يعني مش ب 1.5 ملم زي المره اللي فاتت، لا الدايلكتريك ثيكنس بيقول لك القيمه بتاعته بتساوي 8.1 ملم، يعني كان بيقول لك انديكيشن كده ان المايكروستريب ترانسميشن لاين كان الثيكنس بتاعه اقل من الثيكنس بتاع الستريب لاين، وده منطقي لان هو مش متحوط بدايلكتريك في كل حته يعني. مديك الدايلكتريك كونستانت قيمته بتساوي 2. طيب جزء من المعادلات اللي هنستعملها مش هيختلف، اللي هو الجزء بتاع ايه؟ بتاع انك تحسب الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الثرو دايركشن والكاركترستيك امبيدنس بتاعه الكابل دايركشن، ده مش هيختلف، لكن اللي هيختلف معاك كل حاجه تاني. يعني ايه كل حاجه تاني؟ يعني مثلا الطول مثلا بتاع البرانشد سيكشن، الطول بتاع البرانشد سيكشن اللي هو الطول بتاع الثرو لاين والطول بتاع الكابل لاين هيفرق معاك. ليه هيفرق معاك؟ لان مثلا لو بصيت في المعادله بتاعت حساب الطول، او صحيح الطول المفروض تبقى قيمته بتساوي لامدا على 4، بس الطول بيعتمد على بيتا، والبيتا نفسها اللي هي بتعتمد على جذر ايبسلون ار. طب ما ايه اللي يخلي ايبسلون ار تختلف مع ان الماتيريال ليها نفس ضاله الكونستانت اللي هو قيمته بتساوي 2؟ اللي هيخلي ايبسلون ار تختلف احنا مش هنستعمل ايبسلون ار مباشره زي ما هي، هنستعمل حاجه اسمها الايبسلون افكتيف، وده بيحصل لما تيجي تعمل الديزاين باستخدام المايكرو ستريب ترانسميشن لاين، مش بتستعمل الايبسلون ار على طول، بتستعمل حاجه اسمها الايبسلون افكتيف. والايبسلون افكتيف ليها قانون في الكمبيوتيشن، وده هيجي معانا بعد شويه، يعني هعرضه قدامك بعد شويه، عرضناه من قبل كده وهعرضه تاني واحنا بنحل المساله. دي اول حاجه تختلف. طب ايه تاني هيختلف؟ طبعا هيختلف بعد كده الابعاد بتاعت الديزاين. هو اللي بيبقى المطلوب في الديزاين بتاع المايكرو ستريب لاين زي المطلوب في الديزاين بتاع الستريب،
الستريب لاين، ايه المطلوب؟ عرض الشريحه. برضه هو معطى هنا الثيكنس بتاع الداي الكتريك، ومعطى الابسلون ار بتاع الداي الكتريك، وفضل العرض بتاع الشريحه بتاعه الكوندكتور يبقى بيساوي كام. فزي هناك احنا محتاجين عرض الشريحه، بس القوانين اللي هنستعملها عشان نطلع عرض الشريحه من الكاركترستيك امبيدنس تبقى قوانين مختلفه، اللي هي قوانين المايكروستريب لاين، وبالتالي يطلع عرض الشريحه بقيمه مختلفه. لكن الفولتج كابلنج هيبقى هو هو، والكاركترستيك امبيدنس اللي انت عاوزها بتاعه البرانشد سيكشن اللي هي بتاعه الثرو دايركشن وبتاعه الكابل دايركشن هتفضل زي ما هي. فهنا انا مش محتاج اكرر الكمبيوتيشنز تاني، انا عارف ان السي في هتبقى قيمتها بتساوي 1 على جذر 2 زي ما حسبنا في المثال اللي فات، او زي ما حسبنا في المساله بتاعه الاستريب. فلو جات لك في الامتحان هتحسبها طبعا بالقانون، يعني لو جات لك في الامتحان هتكتب القانون بتاع حساب السي في اللي هي اللي هو الفولتج كابلنج، وتحسب منه الفولتج كابلنج بيساوي كام، اللي هو قيمته بتساوي 1 على جذر 2. وبرضه الكاركترستيك امبيدنسز مش هتختلف، يعني زيت واحد هتبقى قيمتها بتساوي الزيت سي اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورد مقسومه على جذر 2، يعني بتساوي 50 على جذر 2 طبعا بالاوم. والزيت 2 اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الكابل ديسكشن هتبقى قيمتها بتساوي الزيت سي، يعني بتساوي 50 اوم. والكلام ده اتفقنا بيحصل امتى؟ لما تكون عاوز الكابلنج يكون متساوي، يعني تكون عاوز الكابلنج يكون متساوي. الكابلنج يكون متساوي يعني بتعمل ايه؟ يعني بتعمل الكونكشن اللي احنا بنسميها الهايبرد، احنا بنسميها الهايبرد اللي هي الكوادريتشر، بنسميها كوادريتشر هايبرد جنكشن، الكوادريتشر هايبرد جنكشن اللي بيكون فيها الكابلنج بتاعك بالديسيبل بيساوي 10 رتم 2 او السي في بيساوي 1 على جذر 2. تمام، قلنا ده بيبقى هو اللي في الغالب لما نيجي نعمل ديزاين لبرانش لاين دايركشنال كابلر. طيب نبدا نحسب. طب الحاجات بتاعت الديزاين بقى، البارامترات اللي هي الطول اللي هو L1 وL2، وبعد L1 وL2 عايزين نروح نجيب الابعاد بتاعت الستريب نفسها، العرض بتاع الستريب بيساوي كام. طب عشان نحسب الكلام ده هنعمل ايه؟ هنستخدم معادلات الديزاين بتاعت المايكروستريب لاين. فين معادلات الديزاين بتاعت المايكروستريب لاين؟ اللي هي هتتعرض في السلايد اللي جاي على طول، بس نكتب في الاول المعادله بتاعت حساب الطول. والمعادله حساب الطول L1 هتساوي L2 هتساوي لمدا على 4. طب لمدا على 4، لمدا اللي هي قيمتها بتساوي 2 باي على بيتا، والأربعة موجودة يبقى الكلام ده قيمته بتساوي باي على 2 بيتا. طيب بيتا بتساوي كام؟ بيتا بتساوي في المايكروستريب ترانسميشن لاين جذر الابسلون افكتيف مضروبة في الكي نوت. يبقى احنا هنا محتاجين نجيب الابسلون افكتيف. تعالى نعرض القوانين بتاعة المايكروستريب لاين اللي هي المفروض تكون معطاه في الامتحان اللي انت ممكن تحسب منها الابسلون افكتيف. القوانين بتاعة المايكروستريب لاين، ادي القانون بتاع حساب الكاركترستيك امبيدنس متبرز عندك في برواز، وتحتيه القانون بتاع حساب الابسلون افكتيف محطوط تحتيه على طول. فالقانون في البرواز فوق اللي هو قانون حساب الكاركترستيك امبيدنس، انت عاوز الكاركترستيك امبيدنس تبقى قيمتها بتساوي 50 على جذر 2، هتساوي ال 50 على جذر 2 بالمسار اللي فوق او بالمسار اللي تحت على حسب قيمه الدبليو على دي، على حسب قيمه الدبليو على دي. مين دي؟ مين دي؟ دي اللي هو الثيكنس بتاع الداي الكتريك. خلي بالك الثيكنس بتاع الداي الكتريك في المايكروستريب بنسميه دي، وفي الستريب لاين بنسميه بي، بس عشان خاطر نفرقهم عن بعض. فالدي اللي هو الثيكنس بتاع الداي الكتريك. فلو كان الدبليو افكتيف، مش الدبليو كمان، الدبليو افكتيف حاجه اسمها دبليو اي مش دبليو العاديه. لو كانت دبليو اي على دي كبيره اكبر من 1 هنحسب كاركترستيك امبيدنس من المسار اللي تحت، لكن دبليو اي على كبيره اكبر من 1. لو كانت دبليو اي كانت دبليو اي على دي صغيره اقل من 1 هنحسب الكاركترستيك امبيدنس من المسار اللي فوق، يبقى نستعمله هو في الديزاين. طب الابسلون افكتيف بكام؟ اصل القانون بتظهر فيه ابسلون افكتيف والقانون بتظهر فيه ابسلون افكتيف، فلازم بعرف ابسلون افكتيف بكام عشان اعوض عنها، عشان اعوض عنها في القانون بتاع كاركترستيك امبيدنس. مش كده وبس، ده انا محتاج اعرف قيمتها بتساوي كام عشان اقدر احسب اللي انا لسه كاتبه دلوقتي ده، اللي هو قيمه L1 وL2، L1 وL2 اللي هم عباره عن الطول بتاع البرانش دايركشن والكابل دايركشن بتاع البرانش لاين دايركشن كابلر. فعايز اعرف قيمه ابسلون افكتيف بكام عشان احسب منها بيتا واحسب قيمه الطول، فلازم اجيب ابسلون افكتيف في الاول. يبقى قبل ما تستعمل القانون بتاع الكاركترستيك امبيدنس هتحتاج تحسب ابسلون افكتيف بكام عشان موجوده في قانون الكاركترستيك امبيدنس، وعشان انت عايز تعرفها عشان تعرف قيمه بيتا بكام وتعرف الطول بيساوي كام. لكن الابسلون افكتيف هي كمان بتعتمد على دبليو افكتيف على دي، فبرضه لو الدبليو افكتيف على دي اقل من الواحد، لو الدبليو افكتيف على دي قيمتها اقل من الواحد يبقى تحسب بالقانون اللي فوق، لو كانت قيمتها اكبر من الواحد يبقى انت تحسب بالقانون اللي تحت. يبقى اذا لما تيجي تدمج القانونين دول مع بعضهم اللي هم قانون الكاركترستيك امبيدنس والقانون بتاع الابسلون افكتيف، هتاخد المسار بتاع الدبليو اي على دي اقل من واحد والمسار بتاع الدبليو على دي اقل من واحد مع بعض. يعني في المسار اللي فوق، في المسار اللي فوق الابسلون افكتيف اللي محطوطه هنا هي العلاقه اللي موجوده هنا من فوق،
هي دي الابسلون افكتيف الموجوده في المسار اللي فوق، والابسلون افكتيف اللي موجوده في المسار اللي من تحت اللي هو المسار ده اللي باللون الاحمر هي الابسلون افكتيف اللي موجوده في المسار اللي من تحت. الابسلون افكتيف اللي بتظهر تحت هي اللي موجوده تحت ده في المسار اللي من تحت على طول. فكل واحد فيهم ليه الابسلون افكتيف الخاصه بيه على حسب الكيز. المشكله ان التحديد هتستخدم انهي قانون في الابسلون افكتيف وانهي قانون في كاركترستيك امبيدنس بيعتمد على حاجه اسمها دبليو اي على دي، وانت ما انتش عارف دبليو اي على دي قيمتها بتساوي كام. فعايزين نرجع بقى للعلاقات بتاعه المايكروستريب لاين اللي احنا عرضناها في الشرائح بتاعتها في اول التسجيل ده عشان نشوف الدبليو اي على دي ده اصلا قيمته بتساوي كام، يعني تاخد دبليو اي على دي بناء على ايه. الدبليو اي على دي هنا بتتحدد قيمته على حسب انت اعتبرت الثيكنس بتاع الميتال ولا لا، بتتحدد قيمته على حسب انت اعتبرت الثيكنس الميتال ولا لا اللي هو موجود هنا في السلايد دي، على حسب الثيكنس بتاع الميتال المعتبر ولا ما ولا ما ولا اهملناه ولا اجنورد. تمام، فالسلايد دي بتقول ايه؟ بتقول هنحسب الدبليو اي على دي، هنحسب الدبليو على دي كانه هو بالظبط الدبليو على دي لو انت اهملت الثيكنس بتاع الكوندكتور، لو الثيكنس بتاع الكوندكتور مهمل. طب لو الثيكنس بتاع الكوندكتور مش مهمل، لو الثيكنس بتاع الكوندكتور كونسيدرد، لو الثيكنس بتاع الكوندكتور كونسيدرد يبقى في طريقتين للحساب برضو. الطريقه الاولانيه بحسب منها الدبليو على دي، الدبليو افكتيف على دي، ده لو كانت الدبليو مش الدبليو افكتيف، الدبليو على دي اقل من 1 على 2 باي، والمسار الثاني ده بحسب منه لو كانت الدبليو على دي اكبر من 1 على 2 باي. احنا في المساله بتاعتنا طالما ما جابلناش سيره الثيكنس بتاع الميتال يبقى نفترض الثيكنس بتاع الميتال قيمته بتساوي زيرو، ولو حطيت الثيكنس بتاع الميتال قيمته بتساوي زيرو يعني انت اهملت الثيكنس بتاع الميتال، يبقى تقدر تعتبر الدبليو افكتيف على دي هي نفسها قيمه الدبليو على دي. طيب هنعتبرها هي نفسها قيمه الدبليو على دي في المساله علشان خاطر هو ما جابش سيره الثيكنس خالص، فنعتبرها هي نفسها دبليو على دي. يبقى تيجي في المعادلات بتاعتنا دي كلها وتعتبر الدبليو افكتيف على دي هي نفسها قيمه الدبليو على دي. كويس، فاضل نعمل ايه؟ احنا كده كده ما عندناش الدبليو اصلا وعاوزين نحسب الابسلون افكتيف. الابسلون افكتيف اللي هي الافكتيف دايتريك كونستانت ده عاوزين نحسبه ليه؟ عشان نعرف منه قيمه بيتا وعشان اعرف اعوض بيه في المعادله بتاعه الكاركترستيك امبيدنس عشان اعرف اكمل الديزاين بتاعي. طيب يبقى محتاج تعرف قيمه الدبليو على دي بكام عشان تقدر تعوض في المعادله بتاعه الابسلون افكتيف عشان تحسب الابسلون افكتيف وتكمل الكومبيتيشنز بتاعتك. بس المشكله انت مش عارف الدبليو على دي اكبر من واحد ولا اقل من واحد، طب تتصرف ازاي؟ طالما انت مش عارف الدبليو على دي اكبر من واحد واقل ولا اقل من واحد هتضطر تفرض، هتضطر تفرض، يعني هتفرض مثلا ان هي اكبر من واحد وتشتغل بناء على كده وتكمل الكومبيتيشنز بتاعتك. لو طلع الفرض بتاعك صحيح والدبليو على دي فعلا اكبر من واحد يبقى والناتج بتاع الناتج بتاعك يعني طلع فعلا اكبر من واحد، الدبليو على دي اكبر من واحد يبقى الفرض بتاعك صحيح. لو انت فرضت ان الدبليو على دي اقل من واحد وطلع معاك مثلا ناتج مش منطقي او طلع معاك حاجه عكس الفرض بتاعك يبقى الفرض بتاعك مش سليم. طب تعالى نجرب الكلام ده هيتعمل ازاي. هنقول هنفرض في السوليوشن بتاعنا هنقول ليت هنفرض ان الدبليو على دي قيمتها اكبر من او تساوي واحد، وخلي بالك احنا عملنا اجنورنج اهملنا الثيكنس اللي هو التي. طالما اهملنا التي اهملنا تي يبقى الدبليو على دي اخذناها بتساوي الدبليو افكتيف على دي عشان احنا اهملنا التي اللي هو الثيكنس بتاع الميتال طالما اهملناه. فكل ما تلاقي كلمه دبليو افكتيف على دي هتشيلها وتحط مكانها دبليو اي على دي، فتحط هنا دبليو افكتيف على دي مكانها الدبليو على دي، وهنا مكانها الدبليو على دي، هنا مكانها الدبليو على دي، هنا مكانها الدبليو على دي، حتى في القوانين نفسها هتبقى مكانها الدبليو على دي. طيب احنا هنفرض ان الدبليو على دي اكبر من واحد يبقى نستعمل انهي مسار؟ هنستعمل المسار اللي من تحت، هنستعمل المسار اللي من تحت اللي هو باللون الاحمر، هنستعمله في حساب الكاركترستيك امبيدنس وهنستعمله في التعويض عن الابسلون افكتيف، فعوض عن الابسلون افكتيف بالكلام ده في المعادله اللي موجوده فوق هنا في المسار الاحمر عشان اعرف اعمل الديزاين واشوف الدبليو على دي بتاعتي يطلع بكام في الاخر. طيب نشوف الكلام ده هيطلع في الاخر دبليو على دي قيمتها بكام. لو طلع الكلام ده دبليو على دي القيمه بتاعتها بالفعل اكبر من الواحد يبقى الفرض بتاعك صحيح. لو طلع الناتج غير منطقي او طلع مثلا القيمه اللي طالعه عكس الفرض يبقى الفرض بتاعك مش سليم. تمام، طبعا هنا للتسهيل في كتابه المعادله خلي الدبليو على دي، هنخلي الدبليو على دي هنحطها بسيمبل عشان بس نسهل علينا الحسابات. هنقول دبليو على دي مثلا بتساوي اكس ونبدا نعوض، فيبقى كده الابسلون افكتيف من المعادله اللي تحت قيمتها بتساوي ابسلون ار زائد 1 على 2. ابسلون ار زائد 1 على 2 لما نيجي نعوض الابسلون ار اللي هو مدالك في المساله بتساوي 2، فلما تجمع عليها 1 تبقى 3. 3 على 2 يعني 1.5، يبقى كده 1.5 زائد ابسلون ار برضه ب 2 ناقص 1 يعني 1، يبقى 1 على 2 يعني نص، يبقى 1.5 زائد نص مقسومة على الجذر التربيعي لواحد زائد 12 على اكس.
دي لها القيمه بتاعت الابسلون افكتيف، ده لو انت فارض ان الاكس اللي هي الدبليو على دي اكبر من او تساوي 1، دي قيمه الابسلون افكتيف. طيب هاخد الابسلون افكتيف دي واعوض عنها فوق في المعادله بتاعت الكاركترستيك امبيدنس اللي هي المعادله اللي معطاه من فوق، المعادله اللي معطاه من فوق بتاعت الكاركترستيك امبيدنس، هعوض عن الابسلون افكتيف في المعادله دي وابدا اساوي الطرفين ببعضهم. يعني اقول انا عايز الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي تبقى قيمتها بتساوي 50 على جذر 2 بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجزء بتاع البرانش الدايركشن اللي هو البرانش الجزء بتاع الثرو دايركشن من من البرانش سيكشن. هنقول 50 على جذر 2 بتساوي 120 باي على جذر ابسلون افكتيف مضروبه في 1 على طبعا الدبليو على دي اللي هي قيمتها بتساوي اكس زائد 1 علامه 3 9 3 زائد الرقم اللي بعد كده اللي هو علامه 6 6 7 مضروبه في لين اكس زائد 1 علامه 3 4. طيب يبقى واضح قدامك ان المعادله دي هيبقى فيها مجهول واحد اللي هو الاكس، لان الابسلون افكتيف من المعادله اللي فاتت كانت فانكشن في الاكس، تمام؟ فاحنا ممكن نعوض طبعا عن الابسلون افكتيف جوه المعادله دي، انا مش هكتبها بايدي عشان هتبقى المعادله كبيره، يعني مش هيكفيها سطر واحد. هتعوض عنها وتبدا تحل المعادله بالايتريشنز. تبدا تحل المعادله بالايتريشنز، لان هي المعادله طبعا هتبقى ما تتحلش بطرق دايركت او بطرق اناليتيكال، فتبدا تحل المعادله بالايتريشنز. فتعالى نكتب كده بصيغه المعادله اللي انت هتحلها بالايتريشنز كلها على بعضيها هيبقى مكتوبه ازاي. المعادله لما تيجي تحلها بالايتريشنز تبقى ازاي؟ ممكن تكتب المقام كده مع بعضيه كله على بعضيه. الابسلون افكتيف اللي احنا قلنا القيمه بتاعتها عباره عن 1.5 زائد نص مقسوم على الجذر التربيعي ل 1 زائد 12 على اكس. كل الكلام ده هيبقى متاخد له الجذر التربيعي يعني مرفوع لاس نص. مضروب في المقام اللي كان من تحت ده اللي هو اكس زائد 1 علامه 3 9 3 زائد علامه 6 6 7 في لين اكس زائد الرقم ده اللي هو 1 3 4 1 علامه 3 4. دول مضروبين في بعض تبقى قيمتهم بتساوي كام؟ بتساوي ال 120 باي مقسومه على 50 ومضروبه في الجذر 2. دي القيمه بتاعتهم. هتبدا بقى تحل المعادله دي بالايتريشنز، المعادله دي مالهاش حل اناليتيكال، تبدا تحلها بالايتريشنز وتطلع قيمه اكس بتساوي كام؟ بالتخمين وبالتجربه. بالتخمين وبالتجربه تحاول تطلع قيمه اكس بتساوي كام؟ طب يعني اخمن ازاي واجرب ازاي؟ اقول لك على حاجه، انا مثلا ممكن اخمن على حسب الرقم اللي طلع لي في المساله اللي فاتت. يعني المسألة اللي فاتت لما عملنا ديزاين بالستريب ترانسميشن لاين، بالستريب ترانسميشن لاين لما عملنا ديزاين في الستريب ترانسميشن لاين طلع العرض بتاع الشريحة اللي هو الدبليو ساعتها طلع بيساوي 2 علامة 1 6 6، ده الرقم طلع معانا المرة اللي فاتت. فالرقم ده لما يجي يتقسم على الـ على الثيكنس بتاع الدايلكتريك كان الثيكنس بتاع الدايلكتريك 1.5، فكان قد الثيكنس بتاع الدايلكتريك مرة وشوية، يعني كان أكتر من واحد، تمام؟ ده أنت طبيعي لما تيجي تحل المعادلة دي أنت فارض إن الإكس نفسها أكبر من واحد. فتبدا تجرب، هل لما اجي اعوض بقيم اكس اكبر من واحد هل انا بقرب من سوليوشن ولا مش بقرب من سوليوشن؟ طب اعرف ازاي اذا كنت بقرب من سوليوشن ولا مش بقرب من سوليوشن؟ هنعرف كالتالي. اول حاجه هتعملها انك انت تحسب بس الطرف اليمين ده قيمته بتساوي كام؟ اللي هو ال 120 باي مضروبه في جذر 2 مقسوم على 50. لما تحسبها هتطلع القيمه بتاعته بتساوي تقريبا 10 تقريبا يعني 10.66%. يبقى احنا عايزين الفانكشن اللي هي القوسين المضروبين في بعض دول لما تيجي تعوض عن قيمه اكس معينه تطلع القيمه بتاعتهم هما الاثنين في بعضهم بتساوي الرقم اللي هم ادولنا ده اللي هو 10.66%. فتعال نجرب القيم بتاعت الاكس. انت طبيعي فارض ان قيمه الاكس بتاعتك المفروض تكون اكبر من واحد، يبقى لما تيجي تجرب في قيم الاكس هتجرب في قيم الاكس اللي هي اكبر من واحد، ده اول حاجه عشان تشوف الكلام ده صح ولا مش صح، ده اول نقطه. تاني نقطه لازم تلاحظها من المعادله، ايه اللي بيحصل لما اكس تزيد؟ هل قيمه الاكسبريشن كله بتزيد ولا قيمه الاكسبريشن بتنقص لما الاكس بتزيد؟ يعني واضح عندك في المعادله ان الاكس موجوده فين؟ لما تيجي تبص في المعادله اللي هي ناحيه الشمال الاكس موجوده هنا في القوس ده، لما تيجي تبص في المعادله ناحيه الشمال الاكس موجوده هنا والاكس موجوده جوه اللين والاكس موجوده من تحت. في الاماكن الثلاثه بتاعت الاكس كل ما تزيد قيمه الاكس كل ما قيمه القوس هتزيد. كل ما تزيد الاكس هنا او تزيد الاكس هنا او تزيد حتى الاكس هنا هتلاقي لما تتتبع الكلام ده هتلاقي ان قيمه الاكس قيمه القوس كله بتزيد، فالاكسبريشن كله قيمته بتزيد مع زياده الاكس. طيب يبقى هتصرف ازاي؟ هتصرف ان انا هختار قيمه من قيم الاكس، وبعدين بعد ما اختار قيمه الاكس بتاعتي هبدا اشوف قيمه الاكسبريشن بكام. والله لو قيمه الاكسبريشن لسه صغيره اقل من 10.66% هبدا ازود اكس عشان اقرب من قيمه الاكسبريشن اللي انا عاوزها. هبدا ازود اكس عشان اقرب من قيمه الاكسبريشن اللي عاوز. طب اختار قيمه اكس بكام؟ هي الاكس دي اللي هي الدبليو على بي في الديزاين بتاع الستريب لاين المره اللي فاتت كانت طالعه قيمتها بتساوي 2 علامه 1 6 6،
في المره اللي فاتت. طيب يعني بالتقريب كده لو قلنا في المايكروستريب لاين يطلع قيمتها هنا بتساوي كام؟ هنا خلي بالك العرض بتاع الشريحه نقص للنص، العرض بتاع الثيكنس بتاع الستريب، الثيكنس بتاع الدايلكتريك نزل للنص، هناك كان ثيكنس الدايلكتريك 1.5 مليمتر، هنا ثيكنس الدايلكتريك عباره عن 8 من 10 مليمتر، فالثيكنس بتاع الدايلكتريك نقص للنص. فانا ممكن اتوقع ان القيمه بتاعت الاكس تزيد شويه، ممكن اتوقع ان قيمه الاكس بتزيد شويه. ليه؟ لان قيمه الاكس عباره عن عرض الشريحه على الثيكنس بتاع الدايلكتريك. طب ثيكنس الدايلكتريك خس للنص، ممكن اعتبر ان القيمه بتاعت الاكس هتزيد شويه، فممكن ابدا اجرب مثلا من قيمه زي الثلاثه مثلا، ابدا اجرب من قيمه زي الثلاثه. ولما اجي اجرب اعمل ايه؟ اجي في الاله الحاسبه ادخل الاكسبريشن ده كله على بعضيه، ادخله بدلاله فاريبل. يعني في فاريبلز على الاله الحاسبه زي مثلا فاريبل اسمه ايه، ممكن تجيب قيمته او ممكن تختاره من الاله الحاسبه لو دوست الفا وبعديها دوست ايه، الفا واي، الفا وبي، الفا وسي، الفا ودي. في فاريبلز كتير في الاله الحاسبه، في فاريبل اي وبي وسي ودي وفي اكس، في فاريبلز كتيره في الاله الحاسبه. فتكتب الاكسبريشن ده كله بدلاله فاريبل من الفاريبلز، تبدا تخزن قيم مختلفه في الفاريبل، تخزن مثلا قيمه في الفاريبل مثلا زي قيمه 3 وتحسب الاكسبريشن بكام، تخزن قيمه ثانيه مثلا غيرها، تشوف بعد كده مثلا لو الثلاثه طلعت رقم قليل ابدا اشوف حاجه بعد الثلاثه، وهكذا باستمرار لحد ما اوصل لقيمه. مثلا مثلا لو جربت انك انت تحسب قيمه الاكسبريشن ده بكام عند 3.5 مثلا، الاكسبريشن ده ادي له اي رمز واحسب قيمته مثلا عند 3.5 مثلا، عند ال 3.5 مثلا، عند ال 3.5 قيمه الاكسبريشن ده مثلا وليكن هنسميه مثلا ايه، قيمه الاكسبريشن ده مثلا على بعضيه، الاكسبريشن اللي هو ناحيه الشمال كله على بعضيه مثلا نسميه ايه، اي اوف اكس مثلا، قيمه الاكسبريشن ده عند 3.5 هتلاقيها مثلا بتساوي 10.35%، دي اقل من ال 10.66%، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ازود شويه الريشيو بتاعتي، ازود الريشيو بتاعتي عشان خاطر انا عارف ان الاكسبريشن قيمته بتزيد كل ما اكس ما تزيد. هتبدا بقى تزود مثلا، تجرب 3.6، تجرب 3.7، هتلاقي مثلا واحده منهم طلعت لك رقم اكبر من ال 10.66%، يبقى تعمل ايه؟ تنقص سنه، وهكذا. تبدا تعمل ايتريشنز مختلفه، هتلاقي في النهايه بعد ما تعمل اكتر من ايتريشن من الاكس القيمه المناسبه بتاعتها انها تقريبا بتساوي علامه 3.645. قيمه الاكس اللي هي الدبليو على دي. طب طلعت الدبليو على دي بعد الايتريشنز دي، طلعت اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اكبر من واحد، وده متسق مع الفرض اللي انا فرضته من البدايه قبل ما احل، يبقى اذا ده كلام مقبول جدا، الاكس اكبر من واحد وقيمتها بتساوي 3.645. يبقى انا عشان احل المعادله دي اللي هي ما تتحلش اناليتيكال، انا عملت ايه؟ انا كتبت الاكسبريشن بالشكل ده، قوس مضروب في قوس بتساوي رقم الناحيه الثانيه، ده اول حاجه. ثاني حاجه عملتها شفت ايه اللي بيحصل لما ازود اكس، لقيت لما ازود اكس قيمه الاكسبريشن كله على بعضيه بتزيد، انقص اكس قيمه الاكسبريشن كله على بعضيه بتنقص. ليه لازم تعرف الحكايه دي؟ لازم تعرفها علشان تشوف انت هتتحرك ازاي، يعني بعد ما تفرض قيمه الاكس هل تزود اكس ولا تنقصها عشان توصل لهدفك، هدفك انك انت تخلي الاكسبريشن ده بيساوي 10.66%. بعد كده بدات بقيمه معقوله في التجريب، يعني ايه معقوله؟ هختار قيمه اكبر من واحد، ليه؟ لان الاكسبريشن ده مش صح الا لو كانت اكس اكبر من واحد، فاختار قيمه اكبر من واحد، وبعد ما اختار قيمه اكبر من واحد كمان مش اي قيمه وبس، انا عملت ديزاين لمساله قبلها وكانت الاكس في الستريب لاين اللي هي قيمه الويدث بتاع الستريب مقسوم على الدايركتريك ثيكنس كانت قيمتها بتساوي 2 وشويه، يبقى ممكن افرض في المايكروستريب ان قيمتها اكبر من الاثنين كمان، يعني 3 او 3 وحاجه، لاني في المايكروستريب لاين الثيكنس بتاع الدايركتريك خس تقريبا للنص على حسب المعطيات بتاعت السؤال، تمام؟ ففرضتها برقم كبير شويه، ممكن تبدا ب 3، ممكن تبدا ب 3.5، اي رقم من دول هيكون معقول، وبعدين تبدا تعوض. لقيت نفسي لسه ما وصلتش ل 10.66%، زود تاني لحد ما اقرب من ال 10.66%، اول ما اقرب منها بشكل كافي خلاص يبقى دي قيمه الاكس اللي انا هستعملها. يبقى كده الاكس طلعت قيمتها بتساوي 3.645، يبقى ممكن كده ببساطه تقدر تقول مباشره ان الدبليو على دي قيمتها بتساوي 3.645 تقريبا، وبالتالي تقدر تحسب قيمه الدبليو والعرض بتاع الشريحه بيساوي الرقم ده 3.645 مضروبه في الدي اللي هو 8 من 10 مليمتر، وتحسب القيمه بتاعته تطلع بتساوي كام، يديلك العرض بتاع شريحه المايكروستريب لاين. طيب ده الديزاين بتاع مين، او ده الاوتبوت ده بتاع مين؟ بتاع البرانشيد، بتاع البرانشيد ثرو دايركشن، البرانشيد ثرو دايركشن، يعني البرانشيد سيكشن اللي هو السيكشن اللي في النص اللي واخد شكل مربع، احنا عملنا كده ديزاين الترانسميشن لاين اللي هو في الدايركشن بتاع الثرو دايركشن. طيب ممكن اعمل ديزاين للجزء الثاني اللي هو الكابل دايركشن او الجزء بتاع الانبوت بورت، ما هم ليهم نفس الكاركترستيك امبيدنس، هتكرر نفس الكلام بس بدل ما تحط الزيت نوت بتساوي 50 على جذر 2 هتحط الزيت نوت بتساوي 50 وتكرر نفس الكلام. هنبدا من البدايه العاديه بتاعتنا، هنقول احنا فرضين ان الثيكنس بتاع الميتال مهمل، طالما الثيكنس بتاع الميتال مهمل يبقى الدبليو افكتيف على
دي هي هي قيمه الدبليو على دي، فحط في القناه دي كلها دبليو على دي بدل دبليو افكتيف على دي، واعمل الديزاين بناء على هذا الاساس. طيب وبعدين، وبعدين بعد كده هاجي اقول في المعادلات بتاعتي هفرض ان الدبليو على دي اكبر من واحد مثلا. لو فرضت الدبليو على دي اكبر من واحد يبقى هاخد الابسلون افكتيف بتساوي الكلام ده واعوض مكانها في الابسلون افكتيف في القانون ده، واساوي الكلام ده بزيت نوت اللي المره دي تبقى عباره عن 50 بدل ال 50 على جذر 2. ممكن واحد لما يجي يحل يفرض حاجه غير كده، يفرض ان الدبليو على دي مش اكبر من واحد، يفرض الدبليو على دي اقل من واحد. لو فرض الدبليو على دي اقل من واحد يبقى المره دي هيحل من المسار الثاني، هيحل المسار الثاني يعني يقول هياخد الابسلون افكتيف بتساوي كل الكلام ده ويعوض بيها مكان الابسلون افكتيف هنا طالما هياخد الدبليو على دي اقل من واحد. هنا تشوف الفرض بتاعك هتفرض اي فرض منهم، وطبعا يستحسن لما تيجي تفرض انك تفرض الفرض المناسب. يعني في المساله بتاعه الديزاين بتاعه الستريب لاين كانت دبليو على على بي بتاع الستريب لاين اللي حلناها قبل كده، في الانبوت بورت كانت قيمته بتساوي 8 من 10، 8 من 10 اقل من 1. هنا احنا عندنا الثيكنس بتاع الدايلكتريك خس للنص، فتلاقي الدبليو على دي زادت فممكن تزيد عن 1، فالفرض المناسب برضه انك انت تفرضها اكبر من 1 وتمشي في المسار بتاع اكبر من 1. افرض فرضتها وحليت وطلع مش طالع معاك حل منطقي خالص على حسب الاكسبريشن اللي طالع وانت بتعمل اتريشنز، طلعت القيم مش بتقرب خالص من السوليوشن، يبقى ايه؟ اكيد ممكن الفرض بتاعك غلط، يبقى تفرض الفرض الثاني ويطلع لك معادله ثانيه برضو تحلها برضو باتريشنز بنفس الطريقه بالظبط. طيب مش محتاجين يعني نكرر نفس الخطوات ثاني، لان تقدر تعملها مع نفسك وتطلع السوليوشن بتاعك يطلع بيساوي كام. افرض الثيكنس بتاع الستريب، افرض ان الثيكنس بتاع الستريب نفسها الميتال ثيكنس كان مش مهمل، يعني كان الثيكنس معتبر. لو الثيكنس معتبر ومش مهمل يبقى هنضطر نرجع للمعادله دي. المعادله دي هنشوف بقى لو الثيكنس معتبر هتحل ازاي. لو الثيكنس معتبر خلي بالك في طريقتين او في مسارين هتمشي فيهم انت بتحسب او بتعوض عن الدبليو افكتيف على دي. ايه المسارين اللي بتعوض فيهم عن الدبليو افكتيف على دي؟ يا اما المسار الثاني يا اما المسار الثالث اللي هو متعلم عليهم بالنقطه الصفراء دي. ده لو انت اخدت ان الثيكنس بتاعك معتبر. لو اخدت ان الثيكنس معتبر وكانت الدبليو على دي اقل من 1 على 2 باي، او الثيكنس معتبر والدبليو على دي اكبر من 1 على 2 باي. طيب هو 1 على 2 باي ده، 1 على 2 باي ده قيمته بتساوي كام؟ لو قسمت 1 على 2 باي هتلاقي لك القيمه بتاعته بتساوي تقريبا 16%. ال 1 على 2 باي تقريبا بيساوي 16%. ال 1 على 2 باي تقريبا بيساوي 16%. فانت لو اعتبرت الثيكنس معتبر وكانت الدبليو على دي صغيره جدا، صغيره جدا يعني انت هتمشي في المساله كلها على اساس ان العرض بتاع الشريحه صغير خالص لدرجه ان الدبليو على دي اصغر من 16%، ساعتها هتستخدم التعويض عن الدبليو افكتيف على دي بالكلام ده. ولو انت استخدمت المعادله دي وقلت ان الدبليو افكتيف على دي اقل من 16%، الكلام ده معناه لما تيجي تستخدم باقي المعادلات اللي هي معادلات الكاركترستيك امبيدنس والمعادله بتاعت الافكتيف دايلكتريك كونستانت، لما تيجي تستخدمهم هما الاثنين انت فرضت خلاص ان الدبليو على دي اقل من 16%، طالما دبليو على دي اقل من 16% بيطلع الدبليو افكتيف على دي اقل من 1، بيطلع الدبليو افكتيف على دي اقل من 1، يبقى تاخد المسار في المعادلتين اللي هو المسار اللي من فوق بتاع الدبليو افكتيف على دي اقل من 1، بتاع الدبليو افكتيف على دي اقل من 1. طيب لو ما حصلش الكلام ده يبقى لو خدت ان الدبليو على دي اكبر من 1 على 2 باي، لو فرضت الدبليو على دي اكبر من 1 على 2 باي يعني اكبر من 16%، هيبقى ما زال عندك الاحتمالين، لان معنى ان الدبليو على دي اكبر من 16% معناها ان الدبليو افكتيف على دي ممكن تكون اقل من 1 وممكن تكون اكبر من 1. ده لو قال لك في المساله بتاعتك هنعتبر الثيكنس مش مهمل بتاع الميتال، ولازم نخلي بالك تفرق كويس جدا بين الثيكنس بتاع الميتال وبين الثيكنس بتاع الدايلكتريك. الثيكنس بتاع الميتال ستريب غير الثيكنس بتاع الدايلكتريك. طيب دي لو مساله ديزاين لل برانشد لاين دايركشنال كابلر. طيب تعال نشوف لو المساله بقى بيت مساله ديزاين للكابلد لاين دايركشنال كابلر هنعمل ايه. اللي قدامنا دي مساله ديزاين بس للكابلد لاين دايركشنال كابلر. اتفقنا الكابلد لاين دايركشنال كابلر في الغالب بيبقى الكابلنج اللي فيه ضعيف. كلمه الكابلنج اللي فيه ضعيف معناها ان الكابلنج كوفيشنت بتاع الباور قيمته كبيره، مش 3 ديسيبل، لا هتبقى قيمه كبيره بالديسيبل، لان هو الديفينيشن بتاعه كده، الديفينيشن بتاعه ان هو الباور انبوت على الباور كابلد بيتاخد لهم ال 10 لوغاريتم. طيب وده بيكون انسب انه يتعمل بالكابلد لاين كابلر مش بالبرانشد لاين كابلر. تمام. المساله بتاعتنا دي بيقول فيها اعمل ديزاين لاول حاجه 50 اوم، يبقى 50 اوم ده عباره عن مين؟ الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورد 50 اوم و20 ديسيبل سنجل سيكشن كابلد لاين دايركشنال كابلر. والمساله دي مهمه
المسألة دي أنا هكتب عليها مهمة، very important، المسألة دي مهمة ممكن تلاقيها في الامتحان، ممكن تلاقي المسألة دي في الامتحان. فبقول لك اعمل ديزاين ل 50 اوم 20 ديسيبل سنجل سيكشن كابل لاين دايركشنال كابلر. طبعا 50 اوم يعني دي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت اللي هي زد سي، كاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورت. وال 20 ديسيبل هتبقى هي عباره عن السي بالديسيبل اللي هو البار كابلنج كوفيشنت 29 ديسيبل. سنجل سيكشن كابل لاين دايركشنال كابلر حدد لك نوعه كابل لاين اهو، عندي 3 جيجا هرتز يبقى الفريكوانسي 3 جيجا هرتز. يوزنج ستريب لاينز، بقول لك استعمل ستريب لاينز تمام. وستريب لاينز مدي لك فيهم البارامترات الاتيه، بقول لك الدايلكتريك ثيكنس قيمته بتساوي برضه 1.5 ملم، والابسلون ار قيمته بتساوي 2. طيب خلي بالك في المساله دي برضه في الديزاين عندنا خطوات، كلمه ديزاين يبقى معناها اعمل اختيار وحساب للابعاد بتاعه الستريب لاين. طب الستريب لاين اللي هيستعمل هنا في المساله بتاعت الكابل لاين دايركشن كابلر، ستريب لاين شكله ازاي؟ ده ستريب لاين ما فيهوش شريحه واحده، ده ستريب لاين ما فيهوش شريحه واحده، ده فيه شريحتين، ده ستريب لاين فيه شريحتين احنا عرضناه قبل كده، اللي هو ممكن يكون بارلل او ايدج كابلد ستريب لاين، وممكن يكون ستاكد او بروت سايد كابلد ستريب لاين، ممكن بارلل ممكن ستاكد. وان كان في الغالب المساله بتاعت الديزاين بتاعت الامتحان هنعملها على اساس ان احنا نفرض ان كابل ستريب لاين بارلل او ايدج كابلد. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ والفرق بين الاثنين واضح في الاستراكشر بتاعتهم، وهيبقى في فرق كبير في القوانين. يعني القوانين اللي بتربط ما بين الكاركترستيك امبيدنس وبين الابعاد بتاعه اللاين مختلفه في البارل او الايدج كابلد عن الاستاكد او البروت سايد كابلد تمام. وان كان في الديزاين غالبا مساله الامتحان هنحلها على انها لو جات لنا يعني هتلاقي في الغالب مساله بارل او ايدج كابلد. هتعرف ازاي انها بارل او ايدج كابلد من القوانين اللي هيديها لك، لان هو اللي هيدي لك القوانين بتاعه الديزاين. يعني هما الاثنين يفرقوا عن ايه، عن ايه عن بعض ايه في الحل، واحنا كده كده في الحل في خطوات مش هتختلف، مش هتختلف على حسب انت مستخدم بارل او ايدج كابلد لاين او ستاكد او برود سايد كابلد لاين، او حتى مستخدم مايكرو ستريب لاين مش ستريب لاين. المايكرو ستريب لاين اللي هو شكله كده، اللي هو المايكرو ستريب لاين اللي فيه شريحتين، اللي هو الكابلد مايكرو ستريب لاين. اي واحد من دول كده كده في خطوات اساسيه في الحل هتتعمل، اللي هي خطوات بتاعه مين، اللي فيها الكومبيتيشنز اللي قدامنا على الشمال دي، اللي هي القوانين اللي قدامنا على الشمال، اللي هي انك انت تحسب الطول، تحسب الطول، وانك انت تحسب السي في، السي في اللي هو الفولتج كابلنج تجيبه من الباور كابلنج، وانك تحسب الزيت نوت ايفن والزيت نوت اود. دي الحاجات اللي مش هتختلف معاك، لكن مين اللي هيختلف معاك؟ انك تمسك الزيت نوت ايفن والزيت نوت اود وتحسب منهم ال قيمه الابعاد بقى بتاعه الديزاين بتاعتك. احنا هنا بقول لك استخدم ستريب لاين مش مايكرو ستريب، استخدم ستريب لاين. وما قالكش الستريب لاين ده في راس السؤال، يعني ما قالكش الستريب لاين ده هيبقى بارل كابلد ولا هيبقى ستاكد او ستاكد او برود سايد كابلد تمام. بس هو اللي هيدي لك معادلات الديزاين اللي بتربط ما بين الزيت نوت ايفن والزيت نوت اود، تربط ما بين الزيت نوت ايفن والزيت نوت اود اللي احنا هنحسبهم دلوقتي، وبين ابعاد اللاين. المعادلات دي هي اللي هتبقى حددت لوحديها المعادلات دي بتاعت مين، بتاعت البارل ولا بتاعت الستاكد لاين. طيب على كل حال هنبدا بالخطوات اللي هي مش هتختلف، اللي هنحسبها دايما بغض النظر عن المساله تمام، اللي هي خطوات حساب. اول حاجه مثلا الطول تمام، فالطول هيطلع بيساوي كام؟ يطلع برضه بيساوي لامدا على 4. يبقى في السوليوشن بتاعنا، السوليوشن بتاعنا نحسب الاول اللينث بتاع الكابل سيكشن. اللينث بتاع الكابل سيكشن بيساوي لامدا اوفر 4، لامدا على 4. طيب لامدا بتساوي كام؟ بتساوي 2 باي على بيتا. طيب بيتا بتساوي كام؟ زي ما مكتوب قدامك، بيتا بتساوي جذر ايبسلون ار مضروبه في كي نوت. هنا لازم اقف، الديزاين بتاعي بيتعمل بستريب لاين ولا بيتعمل بمايكرو ستريب لاين؟ لو بيتعمل بستريب لاين يبقى نحط الابسلون ار عادي، لو بيتعمل بمايكرو ستريب لاين يبقى هحط ابسلون افكتيف، مش هحط ابسلون ار في القانون، في القانون بتاع بيتا. هنا بيتعمل بستريب لاين يبقى البيتا على طول قيمتها بتساوي جذر ابسلون ار اللي هو جذر 2 مضروبه في قيمه الكي نوت. الكي نوت اللي هو عباره عن اوميجا اللي هي 2 باي في الاف اللي هو 3 جيجا، 3 في 10 اس 9 على الفي سي سرعه الضوء اللي هي عباره عن 3 في 10 اس 8. دي قيمه البيتا، ودي حسبنا زيها بالظبط في المساله بتاعت البرانش لاين دايركشن كابلر، وحسبنا لامدا على 4 بكام، وطلع ساعتها لامدا ال اللي هو الطول بتاعنا يطلع بيساوي 17 وكسر. ارجع شوف الكسر بكام، 17 وكسر مليمتر. فدي حسبنا زيها في المساله اللي فاتت اللي هي بتاعت البرانش لاين كابلر تمام. فدي ميزه استخدامك الاستريب لاين، ان يعني الاستريب لاين الابسلون ار مش هتختلف، تحط سميه بتاعت الماتيريال، غير الابسلون ار بتاعت المايكرو ستريب. بتاعت المايكرو ستريب بتختلف، بتاعت المايكرو ستريب بقى بشريحه واحده غير المايكرو ستريب بقى بشريحتين، وبتاعت المايكرو ستريب بتبقى شغلانه في حساب الابسلون ار بتاعته خالص. يعني بنحط حاجه اسمها الابسلون افكتيف تحسب باكتر من طريقه زي ما شفنا في المساله اللي فاتت. طيب بعد كده بعد ما حسبت اللينث بتاع الكابل سيكشن قيمته بتساوي كام، هبدا احسب الفولتج كابلنج.
المره دي فولتج كابلنج هنجاب ازاي؟ برضو نفس القانون 10 اس سالب الباور كابلنج بالديسيبل مقسوم على 20 الكلام ده لما تيجي تعوض يطلع قيمه الفولتج كابلنج بيساوي 1/10، وده فرق عن المساله اللي فاتت. المساله اللي فاتت كان الفولتج كابلنج بيساوي 1 على جذر 2 بتاعت البرانش لاين كابلر، 1 على جذر 2 يعني 7/10 او 707/1000. هنا الفولتج كابلنج قيمته بتساوي 1/10، وده اللي احنا بنقوله، بنقول الكابل داين دايركشن كابلر بتاع الخطين اللي جنب بعض مش لامسين بعض الكابلنج اللي فيه ضعيف، فعشان كده بيبقى الفولتج كابلنج قيمته قليله، او الباور كابلنج بالديسيبل كبير 20 ديسيبل. غير المساله اللي فاتت كان الباور كابلنج بالديسيبل قليل 3 ديسيبل، 3 ديسيبل دي معناها الكابلنج قوي، الباور اتقسمت بالنص، والسي في كان قيمتها بتساوي 7/10 او 707/1000 لو الواحد على جذر 2. فده اللي ينفع في البرانشد لاين كابلر، لكن هنا الكابلنج الضعيف ده ينفع في الكابل لاين كابلر. السي في قيمتها بتساوي 1/10. هعمل ايه بالسي في؟ هستخدمها مع الكاركترستيك امبيدنس اللي هي زد سي اللي هي 50 اوم عشان احسب زد نوت ايفن واحسب زد نوت اود قيمتهم بتساوي كام؟ يعني كده ممكن تحسب قيمه زد نوت ايفن مباشره، تقول زد نوت ايفن مثلا قيمتها بتساوي ال 50 مضروبه في جذر 1 زائد السي في 1/10 على 1 ناقص السي في 1/10، والزد نوت اود قيمتها بتساوي ال 50 اللي هي بتاعت الانبوت بورت مضروبه في جذر 1 ناقص ال 1/10 على 1 زائد ال 1/10، 1 ناقص السي في على 1 زائد السي في. كده معاك الزيت نوت ايفن ومعاك الزيت نوت اود. ايه لازمتهم؟ عشان اجيب منهم الابعاد بتاعه الترانسميشن لاين اللي انا هعمله ازاي. هجيب الابعاد. الابعاد يعني ايه؟ هو ايه الابعاد المطلوبه في الستريب لاين؟ شوف كده معايا الصوره بتاعه الستريب لاين وعشان نعرف ايه هي الابعاد المطلوبه. العرض بتاع الشريحه، طيب العرض بتاع الشريحه ده الاثنين ليهم نفس العرض، والعرض بتاع الشريحه ده شفناه في الستريب لاين اللي فات، يعني طبعا هي مش هيتحسب بنفس القانون بس هم بارامتر يعني شفنا زيه قبل كده. عرض الشريحه والثيكنس بتاع الدايلكتريك والابسلون ار دي بارامترات اللاين. في بارامتر جديد اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه اس، اس اللي هو السيبريشن ما بين الاثنين ستريبس، ده بارامتر جديد لازم يتحسب برضه اللي هو اسمه اس اللي هو السيبريشن بين الستريبس. ليه البارامتر الجديد ده ظهر؟ عشان خاطر الكابل ستريب لاينز بيبقى فيها شريحتين، الكابل ستريب لاينز ما فيهاش ستريب واحده فيها ستريبين. القوانين برضه ماشيه بنفس السيستم. يعني ايه ماشيه بنفس السيستم؟ يعني ماشيه بالطريقه بتاعت لو كانت الستريب عريضه هتلاقي قانون، لو كانت الستريب مش عريضه هتلاقي قانون غيره. لو كان الثيكنس بتاع الميتال معتبر هتلاقي قانون، لو الثيكنس بتاع الميتال مش معتبر هتلاقي قانون غيره. تمام؟ طيب القوانين شكلها ازاي؟ صحيح بتاعت طبعا بتاعت البارلل غير بتاعت الستاكت، بتاعت البارلل غير بتاعت الستاكت. يعني مثلا لو بصيت على القوانين كده بتاعت حساب الكاركترستيك امبيدنس، الجزء اللي بتكلم عليه بقى دلوقتي اللي هو عشان بس تعرف تقرا القوانين دي مش اكتر، هي هتبقى معطاه في الامتحان، لو جات لك في امتحان تبقى معطاه في الامتحان، ومش شرط تكون معطاه بنفس الفورمولا اللي انا كاتبها، ممكن تكون معطاه بصيغه مختلفه شويه، وانت لا يعنيك الصيغه في شيء، انت كده كده القانون هيعطى جاهز في الامتحان، فما يعنيكش الصيغه في شيء. فالبارل او ريدج كابلد الكاركترستيك امبيدنس بتاعتهم بتحسب بالشكل ده، بيبقى عندك مقدار ثابت كونستانت 30 باي على جذر ابسون ار مضروب في فانكشن، فانكشن اسمها بي، والفانكشن اسمها بي دي فانكشن في حاجه اسمها ام ايفن او ام اوت، فانكشن في حاجه اسمها ام ايفن او ام اوت. الفانكشن بي نفسها ممكن تحسب بطريقتين مختلفتين، ممكن تحسب بالطريقه دي اللي هي من فوق دي لو كانت الام من 7/10 لحد 1، ممكن تحسب بالطريقه اللي من تحت دي لو كانت الام من 0 لغايه 7/10. طب مين ام؟ ام دي على حسب انت شغال بالايفن ولا شغال بالاوت. يعني لو بتحسب الزيت نوت ايفن هتحط هنا ام ايفن، لو بتحسب الزيت نوت اود هتحط هنا ام اوت. خلاص؟ يعني قول مثلا واحد بيحط الزيت نوت ايفن يبقى يحط 30 باي على جذر ابسون ار في البي اوف ام ايفن، وهيبقى تحت القانون بتاعه بي اوف ام ايفن بتساوي المسار اللي فوق لو ام ايفن من 7/10 ل 1، والمسار اللي تحت لو ام ايفن من 0 ل 7/10. لو بيحسب الزيت نوت اود يبقى هيجي في القانون من فوق هيحط البي اوف ام اود، وهنا يحط البي اوف ام اود يستخدم المسار اللي فوق لو الام اود من 7/10 ل 1، ولو الام اود من 0 ل 7/10 يستخدم المسار اللي تحت. سؤال، مين ام ايفن ومين ام اود اللي انت حاططهم في القانون دول؟ ام ايفن وام اود ده عباره عن حاجه فانكشن في البارامتر بتاعه الستريب لاين. فين هي؟ اهي ناحيه الشمال، ادي الام ايفن داله في مين؟ داله في الدبليو على بي والدبليو زائد اس على بي، بيظهر فيها مين؟ بارامترات اللاين، دبليو على بي ودبليو زائد اس على بي. الام اود برضه بيظهر فيها دبليو على بي، دبليو زائد اس على بي، واحده فيهم تنشك وتنش والثانيه تنش تنش. دي اللي هي الام ايفن ودي اللي هي ام اود. فهي القوانين مكتوبه كده بس للتسهيل، تمام؟ خلي بالك القوانين دي كلها بتجنور الستريب ثيكنس، يعني بتعتبر الستريب ثيكنس قيمته بتساوي زيرو،
مش ما فيش اي ظهور للستريب ثيكنس فيها خالص. ستريب ثيكنس قيمته بتساوي زيرو، ده اللي هو البارل او الايدج كابلد لاين. تمام. طيب الاستاكد لاين القانون شكله ازاي عشان برضه نعرف نقراه؟ الاستاكد لاين برضه الزيت نوت ايفن او اود قيمتها بتساوي كونستانت اللي هو قيمته كده 188.3 على جذر ايبسلون ار، والكونستانت ده مضروب في حاجه اسمها فانكشن اسمها كيو ايفن او اود. كيو ايفن او اود المره دي الفانكشن نفسها اللي بتتغير، المره دي الفانكشن نفسها اللي بتتغير مش البارامتر اللي جواها اللي اسمه ان. البارامتر اللي جوه الفانكشن اللي اسمه ان هيتعوض عنه سواء مشيت في المسار ده ولا مشيت في المسار ده ولا مشيت في المسار ده، بتحسب من حل المعادله دي. البارامتر ان بتحسب من الحل بتاع المعادله دي. البارامتر ان بيظهر في المعادله دي جوه التانش، بيظهر جوه التانش الثانيه، جوه الانفرس تانش، جوه الانفرس تانش، جوه الانفرس تانش، بتحسب من الحل بتاع المعادله دي. القيمه اللي بتطلع فيه، القيمه اللي بتطلع ليه هي اللي بتعوض عنها في الفانكشن بتاع الكيو ايفن او الكيو اوت. حتى الفانكشن بتاع الكيو ايفن والكيو اوت بتحسب برضو على حسب الحاله. يعني كيو ايفن بالذات، كيو ايفن لو الان من 0.7 ل1 تتحسب من المسار ده، لو الان من 0.7 تتحسب من المسار ده، اما الكيو اوت فتتحسب دايما بالقانون ده سواء ان من 0.7 او من 0.7 ل1، تتحسب دايما بالقانون اللي من تحت. يبقى مثلا لو انت بتعوض هنا عايز تحسب الزيت نوت ايفن هتعمل ايه؟ هتروح تحسب قيمه ان من المعادله اللي احنا قلناها هنا، اللي المعادله الكبيره دي تحلها وتحسب قيمه ان مثلا. بعد ما تعرف قيمه ان بتساوي كام هترجع هنا وتشوف الان من 0.7 ل1 ولا من 0.7. لو من 0.7 ل1 تحسب الكيو ايفن من فوق، لو من 0.7 تحسب الكيو ايفن من تحت. طيب لو بتحسب الزيت نوت اود، لو تحسب الزيت نوت اود هتجيب ان بنفس الطريقه، بعد ما تجيبها تروح معوض بالقانون اللي تحت وترجع تعوض عشان تحسب زيت نوت اود قيمتها بتساوي كام. طيب الفورمولاز دي كلها زي ما اتفقنا بتعتبر ان الثيكنس بتاع الستريب مهمل. طب لو الثيكنس بتاع الستريب مش مهمل هنستخدم القوانين دي. هتبقى الزيت نوت ايفن واود بتاعت البارل او الايدج كابلد زي ما قدامك ناحيه الشمال، والزيت نوت ايفن او اود بتاعت الستاكت او برود كابل او سايد كابل زي ما قدامك ناحيه اليمين. الحسابات بتاعت اللي بنكونسيدر فيها الثيكنس دي مهمه لان هي دي اللي ممكن تيجي لك في الامتحان، وموجود زيها في الليكشر نوتس، الليكشر نوتس بتاع دكتور جمال موجود زيها حسابات للديزاين بتاع الكابل ستريب لاينز باستخدام ستريب ترانسميشن لاين، يعني الكابل ستريب لاينز دايركشن كابل الكابل ستريب لاينز باستخدام القوانين دي اللي هي بيعتبر فيها الثيكنس معتبر، بالذات القانون بتاع البارلل او الايدج كابلز. البارلل والايدج كابلز زي ما اتفقنا هو اللي في الغالب احتمال يجي لك في الامتحان، يعني لو جات لك مساله زي كده. ده لو انت بتعتبر الثيكنس بتاع الستريب مش مهمل. فساعتها بتحسب ازاي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الايفن او الاود مود؟ الزيت نوت ايفن او اود بتحسب بالفورمولا اللي قدامنا دي. الحاجه الوحيده اللي بتتغير في الفورمولا اللي هو الجزء اللي اسمه جي اللي من تحت ده. لو كنت بتحسب الزيت نوت ايفن هتحسب الجي من هنا، لو كنت بتحسب الزيت نوت اود هتحسب الجي من هنا. فكل واحده فيهم على حسب انت بتحسب الايفن امبيدنس ولا بتحسب الاود امبيدنس. بتعوض عن جي ده بطريقه معينه لو بتحسب الايفن، بتعوض عنه بطريقه مختلفه لو بتحسب الاود. هنا في المعادلات بتاعتي ظاهر معايا الثيكنس بتاع الميتال، ظاهر معايا قدامك الثيكنس بتاع الميتال، وخلي بالك الثيكنس بتاع الميتال ظاهر هنا وكمان ظاهر في السي اف، السي اف اللي موجود جوه المعادله هنا ده. ازاي ظاهر في السي اف؟ لان الثيكنس بتاع الميتال لو معتبر هنحسب السي اف من المعادله دي. لو الثيكنس بتاع الميتال معتبر ساعتها هنجيب السي اف من المعادله اللي قدامنا دي. ده لو كان الثيكنس بتاع الميتال معتبر. طبعا في فورمولا زيها لو الثيكنس بتاع الميتال معتبر وانت بتتكلم على ستاكت او برود سايد كابلز، وبرده القانون بتاعها سهل ممكن تقراه بسهوله يعني. تمام. طيب تعالى نشوف مسالتنا دي هتتحل ازاي. المساله بتاعتنا دي انا هحلها على اساس ان انا بعمل ديزاين ببارلل، انا بعمل ديزاين ببارلل اسيوم، هن اسيوم بارلل كابلد، ده اول حاجه بارلل كابلد ستريب لاين، هن اسيوم بارلل كابلد ستريب لاين ده اول حاجه، وهن اسيوم ان الثيكنس، هن اسيوم ان الثيكنس تي قيمته بتساوي 1 من 1000 سنتيمتر، يعني 1 من 100 ملي، ان قيمته معتبره وبتساوي 1 من 100 مليمتر اللي هو الثيكنس بتاع المتر. لان المثال اللي موجود في الليكشر نوتس اللي انا جبت سيرته من شويه، المثال ده بيفترض كده برضه، يعني المثال ده بيستخدم برضه نفس الفرض وبيستخدم المعادلات بتاعت البارلل كابلد ستريب لاين اللي فيه الثيكنس معتبر. طيب نبدا الديزاين بتاعنا، نبدا الديزاين ازاي؟ خلاص عرفنا ان الثيكنس قيمته بتساوي كده، هنمسك المعادلات بتاعت الترانسميشن لاين احنا فرضناه اللي هو البارل او الايدج كابل ستريب لاين. ادي المعادلات بتاعته. المعادله اللي بتقول لك اللي بتحسب منين من فين قيمه الزيت نوت ايفن، بتحسب من فين قيمه الزيت نوت اود. طبعا انا لما اجي احل المساله دي اول حاجه اعملها احسب قيمه السي اف بتساوي كام، دي اول حاجه اعملها لما اجي احل المساله دي. انا عندي الستريب ثيكنس اصبح معلوم،
الستريب ثيكنس اصبح معلوم. فلازم احسب قيمه السي اف بتساوي كام في الاول. طيب بالستريب ثيكنس اللي هو التي هحط قيمته بتساوي 1/100 ملم. المعادله بتاعت حساب السي اف ليه هحسب السي اف بالذات في الاول؟ عشان السي اف موجوده عندي فوق في القانون بتاع الكاركترستيك امبيدنس عشان اعرف اعوض عنها اللي هي قيمه السي اف اللي من فوق دي. فاحسب في الاول سي اف بتساوي كام. عندي التي معطاه او انا فرضتها قيمتها بتساوي 1/100 ملم. عندي البي اللي هو الدايلكتريك ثيكنس قيمته بتساوي 1.5 ملم. فعوض بالتي وعوض بالبي واحسب قيمه السي اف بكام عشان اعرف اعوض عنها في قانون الزيت نوت ايفن وقانون الزيت نوت اود. طيب هنا انت ممكن تعمل حاجات كتير عشان تعرف تستخلص المجاهيل اللي عندك. هو بالمناسبه في كم مجهول هيبقى عندك في المساله وانت بتحل؟ هيبقى عندك في المساله وانت بتحل مجهولين. عايز تعرف دبليو اللي هو عرض الشريحه، وعايز تعرف اس اللي هو السيبريشن ما بين الشريحتين. عايز تعرف اس السيبريشن بين الشريحتين، ودبليو اللي هو عرض الشريحه. في حين ان البي اتفقنا معطى قيمتها بتساوي 1.5 ملم اللي هو الدايلكتريك ثيكنس، وفي حين اتفقنا ان التي فرضناها قيمتها بتساوي 1/100 ملم. فعايز تعرف الدبليو والاس. فعشان تعرف الدبليو والاس دول مجهولين اتنين، فعايز معادلتين في مجهولين. فين المعادلتين في المجهولين؟ المعادلتين هيبقوا كالتالي. هنحط الزيت نوت ايفن بالقيمه بتاعتها اللي احنا حسبناها، ده اول حاجه عشان نجيب المعادله الاولى. هنحط الزيت نوت ايفن بالقيمه بتاعتها اللي احنا حسبناها، ساعتها هنعوض عن الجي بالجي ايفن. طب الجي ايفن بتحتوي على مين جواها؟ بتحتوي على الاس جواها. فيبقى المعادله بتاعتك اللي هيطلع لك فيها زيت نوت ايفن قيمه معلومه، عندك جوه مجهول الدبليو وعندك الاس مجهوله. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه بقى نبدا نعوض عن الزيت نوت اود. هنحط الزيت نوت اود قيمتها بكام، والمره دي نعوض عن الجي مش بالقيمه بتاعت الايفن، نعوض عن الجي بالقيمه بتاعت الاود. القيمه بتاعت الاود اللي هي موجوده تحت هنا، نعوض بالقيمه بتاعت الاود، والقيمه بتاعت الاود فيها السيبريشن بتاع الستريبس، وعندك برضو في المعادله موجود الدبليو. يبقى معادله ثانيه بين الدبليو والاس. تحل المعادلتين دول ما بين الدبليو والاس تقدر تطلع قيمه الدبليو بتساوي كام، وممكن تطلع قيمه الاس بتساوي كام. طيب ده لو انت هتشتغل في الموضوع بشكل رسمي كده بالشكل ده. يعني في طريقه ممكن تسهل عليك الحل، في طريقه ممكن تسهل عليك الحل، ممكن تخليك تحسب بارامتر من البارامترين بتوع ديزاين مباشره. هنشوف الطريقه دي هنستنتجها ازاي دلوقتي من المعادلات اللي قدامنا. ايه الطريقه اللي احنا هنستنتجها دي اللي تسهل علينا الحل؟ بص كده في المعادله بتاعه الكاركترستيك امبيدنس، المعادله اللي قدامنا بتاعه الكاركترستيك امبيدنس اللي هي المعادله دي. المعادله دي ممكن اطلع منها الدبليو على بي. طلع منها الدبليو على بي ازاي؟ طلع الدبليو على بي او طلع القوس ده، اخد القوس ده لوحديه في المعادله، اقدر افرده لوحديه. لو فردت القوس ده لوحديه هيبقى شكل المعادله ازاي؟ هيبقى عندي اقدر اكتب ان دبليو على بي زائد البارامتر سي اف اللي انت حسبته مقسوم على 2 باي مضروب في 1 زائد الجي ايفن مثلا، هيبقى الكلام ده بيساوي 30 باي في 1 ناقص الثيكنس على بي، 1 ناقص تي على بي، مقسوم على جذر ايبسلون ار مقسوم على الزيت نوت ايفن. طبعا لو انت حطيت ايفن في الجي يبقى تحط ايفن في الزيت نوت. بنفس الطريقه تقدر تقول برضو ان الدبليو على بي زائد سي اف على 2 باي في 1 زائد الجي اود، الكلام ده بيساوي 30 باي في 1 ناقص تي على بي على تحت جذر ايبسلون ار في زيت نوت اود. طبعا المعادله دي فيها المعادلتين دول فيهم الدبليو على بي، يعني الدبليو اللي هي مجهوله، وفيهم الاس. فين الاس اللي هي المجهول الثاني؟ الاس المجهول الثاني موجود جوه الجي، جوه الجي ايفن وجوه الجي اوت. هنا المعادله دي ممكن تتحل بسهوله لو انت طرحت المعادلتين مع بعض، طرحتهم من بعض واعدت ترتيب المعادلتين. لو احنا طرحنا المعادلتين من بعض وعملنا عمليه اعاده ترتيب المعادلتين، لو طرحنا المعادلتين مع بعض هنلغي متغير من الاثنين المجهولين، فانا بكده تخلصنا من الدبليو على بي. الدبليو على بي هتروح مع الدبليو على بي. الطرف اللي ناحيه اليمين نقدر ناخد فيه عامل مشترك بعد الطرح، والطرف اللي ناحيه الشمال نقدر ناخد فيه عامل مشترك بعد الطرح. فلما نطرح ونخلص عمليه الطرح هيحصل ايه؟ هيحصل ان الدبليو على بي هتروح مع الدبليو على بي، السي اف على 2 باي مضروبه في 1، فالواحد هنا يروح مع الواحد، ويتبقى لك جي ايفن ناقص الجي اوت، او الجي اوت ناقص الجي ايفن على حسب انت طرح مين ناقص مين. هيتبقى لك الجي ايفن ناقص الجي اوت، او الجي اود ناقص الجي ايفن. انا هطرح اللي تحت ناقص اللي فوق، فيتبقى لك الجي اود ناقص الجي ايفن مضروبه في السي اف على 2 باي. والناحيه اليمين نقدر ناخد عامل مشترك، فيتبقى لنا فيها 1 على زيت نوت اود ناقص 1 على زيت نوت ايفن. فبعد عمليه الطرح دي نقدر نكتب ان اللي هيتبقى معانا سي اف مقسوم على 2 باي مضروبه في الجي اود ناقص الجي ايفن. الناحيه الشمال هيبقى عندي الجزء بتاع ال 30 باي في 1 ناقص التي على بي، ده اللي هو متاخد عامل مشترك، في 1 ناقص التي على بي مقسومة تحت على جذر ايبسلون ار
والكلام ده هضرب في واحد على زيت نوت اود ناقص واحد على زيت نوت ايفن. ده بعد ما عملنا عملية الطرح بتاعت الاتنين دول. طيب هنا في ميزة انك انت ممكن تثبت، واسيبك تثبت الكلام ده لوحديك، ان الجي نوت ناقص الجي ايفن ممكن نختصرها تبقى عبارة عن لين تانش الجزء اللي جوه التانش. يعني ناخد الجزء اللي جوه التانش ده اللي هو باي على 2 في اس على بي، هنسميه مثلا اي متغير، هنسميه مثلا يو مثلا، الجزء ده اللي هو بيحتوي على الاس من باب التسهيل يعني هنسميه يو. تقدر تثبت بنفسك انت ان الجي اود ناقص الجي ايفن عباره عن لين كوتانش يو مقسومه على لين 2، تقدر تثبت الكلام ده. فيبقى المعادله دي نقدر نقول ان هي بتقول بعد الاختصار، يبقى المعادله دي نقدر نقول بعد الاختصار ان هي بتساوي سي اف على 2 باي مضروبه في لين كوتانش اليو مقسومه على لين 2 بتساوي الطرف اللي هو ناحيه اليمين. طرف الناحيه اليمين خلي بالك مضروب فيه العامل المشترك مضروب في 1 على زيت نوت اود ناقص 1 على زيت نوت ايفن، 1 على زيت نوت اود ناقص 1 على زيت نوت ايفن. فبعد ما نوحد المقامات ممكن نختصر ال الناتج من توحيد المقام اللي هو هيبقى زيت نوت ايفن، ناتج من توحيد المقام هيبقى عباره عن زيت نوت ايفن ناقص زيت نوت اود مقسومه على زيت سي تربيع. ممكن نختصرها باستخدام الكابلنج كوفيشنت بتاع الفولتج، فيطلع القيمه دي بتساوي 30 باي في 1 ناقص تي على بي على تحت جذر ابسلون ار في القيمه اللي تنتج من توحيد المقام اللي هتبقى عباره عن سي في مقسوم على جذر 1 ناقص سي في تربيع مقسومه تحت في المقام على الزيت سي الكاركترستيك امبيدنس. كده المعادله اصبح ما فيهاش غير مجهول واحد بس اللي هو اليو. اليو اللي هو مين؟ اللي هو بيحتوي على الاس، الاس اللي عباره عن السيباتيشن بين الاثنين ستريبس. وكل القيم التانية معروفة، سي في قيمته بتساوي 1/10، الزد سي قيمتها بتساوي 50 اوم اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت بورد، التي اللي هي الثيكنس بتاعت الميتال قيمتها بتساوي 1/100 ملي، البي عبارة عن 1.5 ملي، السي اف هنكون حسبناها من القانون ده. السي اف على حسب قيمة الثيكنس اللي حسبناها من القانون ده. فنقدر نعوض ونحسب قيمة السيباريشن بتساوي كام؟ طالما عوضت وحسبت قيمة السيباريشن ممكن ترجع لأي معادلة من المعادلتين اللي احنا طرحناهم تعرف منهم قيمة الدبليو بتساوي كام؟ بعدين طرحناهم اللي هم من ورا دول. اي واحده منهم خلاص عرفت قيمه السيباريشن. طالما عرفت قيمه السيباريشن هو الاس تقدر تعرف قيمه الجي ايفن او الجي او وتعوض في اي معادله من المعادلتين دول اللي احنا طرحناهم عشان تعرف قيمه الدبليو بتساوي كام. فده البروسيجر بتاع الديزاين، ان احنا هنستخدم المعادله دي في الديزاين. هيبقى اسهل علينا بكتير ان احنا ايه نمشي بالطريقه الايتريتيف عشان نحل معادلتين مش سهل ان هم يتحلوا ايتريتيف. دي طريقه مباشره على طول تخليك تقدر تجيب السيباريشن ما بين الاثنين ستريبس بيساوي كام. السيباريشن هيبقى موجود جوه اليو نفسها، جبت السيباريشن تقدر تعوض خلاص في المعادله من المعادلتين اللي احنا طرحناهم عشان تعرف قيمه الدبليو بتساوي كام. يبقى ده لو هتعمل الديزاين بتاع الكابل لاين دايركشن كابلر اللي قدامنا ده باستخدام بارلل او ايدج كابلد ستريب لاينز، بارلل او ايدج كابلد ستريب لاينز، ومع اعتبار الثيكنس بتاع الميتال مش مهمل كمان. تمام. هل ممكن اعمل الديزاين باستخدام مايكرو ستريب كابلد لاينز؟ يعني مش ستريب لاينز، باستخدام مثلا مايكرو ستريب لاينز. ادي الكابلد مايكرو ستريب لاين اللي هو المايكرو ستريب لاين اللي فيه شريحتين مش شريحه واحده، شريحتين وفي بينهم سيباريشن. ممكن تعمل ديزاين باستخدام الكابلد مايكرو ستريب لاين. خلي بالك البارامتر الوحيد اللي زاد عن المايكرو ستريب لاين العادي اللي هو البارامتر بتاع الاس اللي هو السيباريشن بين الاثنين ستريبس، هو البارامتر الوحيد اللي زاد معاك. طيب ممكن يتعمل به الديزاين بس هنعوز القوانين. القوانين بتاعت المايكروستريب كابلد لاين يعني اطول من كده واصعب من كده، ولذلك انا ما ضمنتهاش في السلايدز وهي مش موجود زيها في الليكشر نوتس خالص، يعني لان قوانين صعبه جدا وطويله جدا. ومع ذلك لو حب يخليك تعمل ديزاين بيها اكيد هيديها لك في الامتحان، فانت ممكن تستعملها عادي في الامتحان لو طلب منك انك تعمل ديزاين بالمايكروستريب لاينز. بس هو فعلا الموضوع لحد المرحله دي بالذات اللي هي مرحله الكابلد مايكروستريب لاينز بتبقى القوانين يعني زادت جدا والفورمولا زادت جدا ويبقى ديزاين صعب، وفي الغالب بيبقى اوتوميتد بعد كده. اوتوميتد يعني باستخدام برامج كمبيوتر، يعني اللي يخليني انا يعني استخدم شويه فورمولاز مثلا 10 معادلات 15 معادله تحت بعضيهم عشان اعمل ديزاين للكابلد مايكروستريب لاين دايركشن كابلر. في حين انا ممكن اخد المعادلات دي احطها مثلا على الماتلاب واعمل بيهم مثلا برنامج كمبيوتر، او احطهم على اي كمبيوتيشن سوفت وير يعني واعمل بيهم برنامج كمبيوتر وبرنامج بس كل اللي هعمله ادخله
له البارامترات بتاعت مساله الديزاين بتاعتي واقول له اعمل ديزاين، وهو يطلع لي الاوتبوت على طول بالفورمولاز دي، يحسب بالفورمولاز على حسب برنامج الكمبيوتر اللي انا مدخله له ويطلع الاوتبوت على طول. يعني هتلاحظ من كل المعادلات اللي فاتت اللي احنا حلينا بيها ان انا بقول لك احيانا لو اعتبرنا التي هنعمل كذا، ما اعتبرناش التي هنعمل كذا، احيانا لو الدبليو كبيره هنعمل كذا، لو الدبليو مش كبيره هنعمل كذا. كل الكونديشنز دي وكل الفورمولاز دي انا ممكن اديها للكمبيوتر في برنامج، ممكن اديها للكمبيوتر في برنامج واقول له لو كانت الدبليو كذا اعمل كذا، لو التي كذا اعمل كذا، واحط له الفورمولاز كلها في برنامج كمبيوتر مكتوب كويس، وعلى حسب الانبوت هو ياخد الانبوت ويحدد بقى، يحسب لك من الانبوت كل اللي انت عايزه ويطلع لك الديزاين جاهز على طول في اقل من ثانيه. وده اللي بيحصل بعد كده لان المعادلات بتكبر بتتعقد، فيبقى الموضوع اللي بيستخدم فيه اوتوميتد ديزاين طبعا، بيستخدم فيه برنامج كمبيوتر اسهل بكتير من كده. لكن المعادلات نفسها بتيجي من فين؟ بتيجي برضو من عمليه ريسيرش، عمليه اناليزيس، او عمليه مثلا ريسيرش باستخدام البرامج اللي بتحل معادلات ماكسويل عشان نعرف نطلع ديزاين فورمولاز ايه كويس. فلحد هنا كده انا انتهيت من الجزء بتاع الدايركشنال كابلرز و بالماجيك تي بالوف جايد تايبس، بالنوع بتاعت الوف جايد او بالنوع بتاعت الاستريب والمكسرب لاين. ان شاء الله الموضوعين اللي فاضلين اللي هم موضوع الفرايت والديفايس بتاعته والموضوع بتاع المايكرويف فلترز هم اللي فاضلين وهنتكلم عليهم ان شاء الله. كده التسجيل ده خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.